بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. يوم بل أيام ترجحت فيها الكرة المصرية بين الإحباط والأمل. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. تأرجحت المشاعر ما بين نتيجة مخيبة للأمال، ما بين شيء من الإحباط بعد تعادل غريب للمنتخب الأول مع كينيا في مستهل مشوار المنتخب في تصفيات الأمم الأفريقية، 1-1 مع كينيا، ثم فوز مستحق ورائع للمنتخب الأولمبي على الكاميرون والصعود بالعلامة الكاملة وأداء رائع يا باشمهندس. كويس إن يبقى فيه بارقة أمل، لأن صدقني نحن وبعبقرية منقطعة النظير لا ينافسنا فيها أحد نقضي على الكرة المصرية. نقضي على الكرة طبعًا المصرية طبعًا. المنتخب الأول هو ضحية ما يحدث من أول من الموسم الماضي حتى الآن. هو لما يبتدي الموسم ده بداية قوية جدًا وتنافس والناس دخلت في الفورمة والناس بتخش في الفورمة. ده أنت يا راجل بتشوف حيل المدربين في الالعاب الجماعيه بتطلب تايم اوت عشان تهمد الفرقه الثانيه. لما تجيب بطين ثلاثه في بالزبط. الباسكت ولا في الفولي ولا في كره اليد توقع ايقاع. فالاتحاد الكره عمل تايم اوت و و و و و بامتياز بشهر. انت لما تشوف مستوى اللعيبه ما فيش في الفيرست تيم بالذات يعني او الفريق الاول يعني ما فيش لعيب في مستواه. وبعدين لازم يشوفوا لنا حكايه في حكايه المحترفين دول اللي بيجوا يتفسحوا ويرجعوا. ايه يعني؟ طب هنا احنا بنقول ان الكوره مش منتظمه، الكوره مش عارف ايه. اما يجي لي لعيب محترف بقى يجي يديني ما يجيش. مفيش الجديه. لازم يضيف الي يا ما يجيش. يجي يعمل ايه؟ اللي هنا اوفر. وكل بطولاتنا جبناها من المحليين قبل كده. اللي هيجي بقى خايف على نفسه او بيفكر في الريتيرن بتاعه، احسن له ما يجيش يعفينا. يدي فرصة لحد يطلع على حسابه. أنت بتتكلم على منتخب مصر مش نادي مقيد ب 25 لاعب، لو تعور له لاعب أو 30 لاعب. لا، التاني الاختيارات مفتوحة. واللعيبة على فكرة متقاربة، اللي هياخد العناية والرعاية وهياخد الخبرة هيعدي. وفي لعيبة بره موجودة ممكن تفيدك، وفي لعيبة في المنتخب ممكن تفيدك، إنما هنفضل بقى في الديلمة دي. لا يليق بالكرة المصرية أن يحدث فيها ما يحدث الآن. وبعدين أنا لما بقول أيام يوم بل أيام، لأن أنا بقول يوم، لا هو مش يوم، في حاجات بره الكرة ليها علاقة بالكرة أيضا، فيها يأس وإحباط وفيها أمل. في وسط المشهد العبثي الداكن قوي اللي فيه مش عارف أقول إيه يعني، مشاهد مؤلمة ما عاشهاش المجتمع المصري ولا الكره المصريه ولا الاداره الرياضيه. في النص كده تيجي رازيل يوسف تروح مديها وسام الاحترام لواحد زي الكابتن محمود الخطيب. وتتوالى الايام ان في الاشاره الى النموذج الطيب، عشان خلي بالكم في وسط الهيصه دي في نماذج يمكن يتاسى بها. النهارده مثلا النهارده من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى مؤشرات كده ولو انها من مؤشرات الماضي، ذكرى عمر لطفي بكل الدروس اللي فيها بكل البريق اللي فيها. عشان كده هي حلقه مهمه جدا، لان احنا هنتوقف فيها ما بين المؤسس ونقاء الفكره وجوده البذره، ثم ما آل اليه النادي الاهلي بعد كل هذه السنوات من رئيس حالي، فما بين وسام الاحترام للرئيس الحالي والذكرى الطيبة العطرة للمؤسس الأب عمر لطفي. عشان كده هو ده النادي الأهلي بين الأمس واليوم. المهندس عدلي قفز ما بين السنين قفزة عملاقة الحقيقة، لكن الخيط الحريري الرابط مبادئ الأهلي. هتسمعوا كيف رآها عمر بك لطفي، كيف أشاد بها وتغنى بها أمير الشعراء أحمد شوقي، وكيف انتهت مع الرئيس الحالي محمود الخطيب. هو ده الخيط أو الجسر الذهبي أستاذ إبراهيم اللي مادد بين كل هذه السنين. اللي بيتأسس صح بيكمل صح. والأهلي متأسس صح قوي قوي قوي. هنشوف بشهادة الكبار والرموز والرواد كيف تأسس الأهلي على هذا الصح
وإلى أين مضى وأين استقر وما هو المتوقع له إن شاء الله. حلقة فيها كتير من الموضوعات المهمة، بس عايز أقول لحضراتكم كمان فريق الكرة وهو بيستعد يا باشمهندس لعودة الدوري بعد حالة الثبات العميق اللي أنت أشرت إليها وكل مسالبها، هيلعب مباراة ودية يوم الثلاث مع الاتصالات لتجهيز الفريق لمباراة الجونة مع استئناف الدوري. وكابتن سيد عبد الحفيظ بيأكد على أنه المكاسب الفترة اللي فاتت من معسكر الإمارات والفترة التدريبية كانت مفيدة، والجهاز الفني كمان إدى اللعيبة راحة بكرة الجمعة وهيرجع يتمرن إن شاء الله يوم السبت. حمدي فتحي واحد من اللعيبة الدوليين اللي كانوا واعدين جدا، والمباراتين الأخيرتين للمنتخب الوديتين سجل فيهم والناس كلها بدأت تستبشر لاعب كبير مهم. ده اللعيبة الناشئين المتصاعدين، معلش أبو طوير ده صالح نصر. نصر في مجموعة، وفي العربي وفي شادي، والعربي بدر وشادي في مجموعة، هم خمس لعيبة. أنا امبارح اتفرجت عليهم، استجمعت قوايا كده ورحت رايح متفرج على التمرين. انبسطت يعني، شفت بس هم كمان اللعيبة اللي طالعة دي بقى تطلع بجدعانة، ايوه، بطموح ناضج مش بغرور ولا يعرفوا ان هم مش معنى كده انهم هيكملوا فوق، انما معنى كده انه محطوط عليهم العين قوي، محتاج منهم يتطوروا، محتاج منهم يتعلموا، محتاج منهم يشربوا من الفريق الاول ونظامه علشان باذن الله يبقوا حاجه حلوه للمستقبل ان شاء الله. وبالمناسبه، بمناسبه المستقبل، فريق الاهلي 2004 النهارده فاز على الاسماعيلي 7-0. بس انا عايز اقول تحت قياده الكابتن ياسر ريان، تحت قياده الكابتن ياسر ريان كان موجود بيدير المدير الفني. ففوز كبير، في بارقه امل كبيره او في مؤشرات جيده جدا من فريق 2004. يعني احنا بنتكلم على 15 سنه لما يكون عندك في الفريق الاكبر منهم 16 و17 و18، عندك العدد الوافر في منتخبات الناشئين وفي مستوى التميز. اعتقد لما كمان يكون الامتداد بهذه الدرجه من الكفاءه يحتاج القطاع الى الكثير من الجهود ايضا لتطويره والاستفاده من كل الكفاءات اللي موجوده. حمدي فتحي قلت لكم خد تاشيره السفر لالمانيا، بكره هيسافر ان شاء الله او السبت هيسافر لاجراء جراحه في المانيا من او لعلاجه من قطع في غضروف الركبه، شهرين ويرجع ان شاء الله بالسلامه يا باشمهندس. حسب العلاج. كل الناس بتقول لما بتشيل الحته اللي اتقطعت العوده تبقى سريعه. لكن طبعا اللي يقدر يقول الافضل انها تتخيط ولا تتشال مؤكد الدكتور اللي بيراعي مستقبل اللاعب نفسه كمان. كابتن اسامه حسني قبل الهوا فكرنا بانه كان اتعرض لنفس الاصابه، ولما راح المانيا الدكتور شيفرهوف قال له يعني في علاجين، اما ان انت بتخيط، بس خياط القطع ده وارد ان انت مع اي مجهود بعد كده ممكن يرجع تاني، انما فيه العلاج بان هو بيستأصل الجزء اللي اتقطع فبيريحه خالص. بس هو حد من الدكاتره يطمن اللاعب ويطمنا يقول لنا لو شلنا جزء المستأصل ده اذا كان صغير يعني، هل ده يؤثر على مستقبل اللاعب ولا صحه ركبته ولا لا؟ ان شاء الله يكون حمدي فتحي في احسن حاله ان شاء الله. حسام عاشور كابتن الاهلي ولاعب خط الوسط، مسمار خط الوسط، بدأ يستعد بقوة للمرحلة اللي جاية وأعلن جاهزيته لخوض الفترة ما بعد الاستئناف، وأدى جلسة التأهيل في الجيم عشان يكون في أفضل فورمة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، ريني فايلر عنده كل هذه السعادة بالعناصر اللي موجودة، صحيح إنه حظ وحش، عمال يفقد لعيبة مهمة جدا مؤثرة، ما بيصدق محمد محمود يرجع ويبدأ يطمئن وينتظر منه أداء، يصاب محمد محمود مضاف الى كريم نيدفيد كلاعب مهم، ثم يضاف اليهم حمدي فتحي، لكن الراجل عنده القدر الكافي من الرغبه وعنده القدر الكافي من ان هو يقدر يصنع لعيبه كتيره جديده. شهاده مدرب سابق في حق مدرب حالي مساله مهمه، وشهاده مدرب اجنبي مشي من الاهلي يعني اصبح متجرد من المصلحه والمجامله. بالعكس، ماشي هو بيعتبر ان في مفاجاه انه يمشي، مش شايف، مش عارف يستوعب هو ليه مشي. صحيح. الاورجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للاهلي اللي مشي وبعد منه جه ريني فايلر، الزميل العزيز الناقد الرياضي عمر البنوبي عمل لنا في مجله الاهلي حوار مهم جدا مع لاسارتي، كان انفراد الحقيقه،
شاطر بعد البنوبي. كده بعد شاطر. كده في مواقع حاولت تتواصل مع الرجل وتعمل حوار بعد ما مجله الاهلي عملت فوكس عليه وعملت هذا الانفراد علشان يتكلم لصارتي عن الاهلي عن بعد، وهو كلامه هنا مفهوم، لكن الحقيقه الكلام كان فيه اكتر من نقطه مهمه جدا. ده الحوار النهارده في المجله، لكن معنا على الهاتف الناقد الرياضي الزميل عمر البنوبي. استاذ عمر اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ ابراهيم، ازي حضرتك؟ تحياتي وتحيات المهندس عدلي. و المهندس عدلي منور الدنيا دايما يا رب. ازيك يا عمر؟ اهلا يا عمر. يعني تملي ليك كده حاجات خارج التوقع يعني. والله يا باشمهندس انا ليه زي حضرتك يعني. لا الله يخليك. طب قول لي يا عمر قصه الحوار وايه انطباعاتك العامه عن مارتن لاسارتي وهو بره الاهلي؟ يعني قصه الحوار انه مارتن لاسارتي اتقال على لسانه كلام كتير، او ناس قالت معلومات على لسان لاسارتي بعد خروجه من النادي الاهلي بشكل كان يمس مجلس اداره النادي ويمس الجهاز المعاون سواء كابتن محمد يوسف كابتن سامي انصار وغيرهم من منظومه الكوره في النادي الاهلي، بخلاف انه فتره لاسارتي ما كانتش فتره سهله، يعني هو تولى المسؤوليه طبعا في فتره صعبه، قدر انه ينجح في الفوز بالدوري لكن ما كانش موفق في دوري ابطال افريقيا، فكان لازم نسمع من الراجل نفسه عشان ننهي اللغط اللي كان حاصل حوالين الفتره دي وحوالين شخصيات هي في النهايه شخصيات مخلصه للنادي الاهلي ومخلصه لعملها، ما كانش ينفع ان الوضع يتساب بالشكل ده. فلما اتكلمت معاه هو الراجل طلب ان الحوار يتم باللغه الاسبانيه فاستجبنا للنقطه دي. الحقيقه اتفاجئت بانه بيتكلم بشكل ودي جدا، كلامه دايما راقي حتى في اجاباته على كل الاسئله، يعني بيحتفظ للنادي الاهلي يعني بصوره طيبه وكلام محترم جدا، وده ظهر في اجاباته على كل الاسئله. يعني حتى لما كلمته عن مؤمن زكريا قال لي ما ينفعش اصلا نفكر دلوقتي في اي شيء غير اننا ندعمه لانه يكون في احسن صحه قبل ما نفكر هيرجع الملعب امتى. يعني حاجه انسانيه منه، بخلاف طبعا نقاط مهمه عن كابتن محمد يوسف، كابتن سامي قمصان، قال ضيف عليهم كابتن طارق سليمان كمان، قال لي الناس دي ناس محترفه جدا، ناس انا مبسوط اني اشتغلت معاهم، ولو اشتغلت في مكان تاني هتمنى ان هم يكونوا موجودين معايا. يمكن مجلس اداره النادي الاهلي هو اتكلم انه لا يمكن لا يمكن يلوم على مجلس اداره النادي الاهلي في اي شيء، ده هو لاسارتي بيقول لي انا اشتغلت مع ناس كلهم على مستوى عالي من الكفاءه وكلهم بيميزهم ان هم بيحبوا النادي الاهلي جدا. وبالتالي فكره انه يعني لاسارتي بيقول ده وهو بعيد عن النادي الاهلي وهو ما عندوش مصلحه مع حد، مش بيدور على انه يستمر في مكانه ولا بيدور على انه بيجامل حد علشان يكتسب حاجه جديده في المكان، لا الحقيقه كانت شهاده مهمه في توقيت مهم. يمكن كلامه عن رينيه فايلر كمان كان حاجه محترمه قوي، يمكن اجابه ذكيه واجابه نموذجيه زي ما بنقول، انه يقول طالما الاهلي تعاقد مع فايلر فده معناه انه مدرب عظيم، قال انه كمان بدايته مع النادي الاهلي بدايه مميزه جدا ولابد انه يستثمرها، وقال ان الاهلي قريب انه يحقق بطوله افريقيا في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي لان الفريق متكامل، عمل معسكر اعداد، عنده مدرب وجهاز فني محترم. فالحقيقه كانت اجاباته نموذجيه جدا، انهت حاله من اللغط حوالين علاقته بالجهاز المعاون، علاقته بمجلس الاداره، فتره وجوده في النادي. يعني انا بهنيك على اولا انك بتنقي مواضيع تملي ما حدش بيفكر فيها وبتتناولها بشكل جيد، فيا عمر يعني موفق باستمرار باذن الله. هو بيسمع. شكرا عمر. لا خلاص، شكرا جزيلا للزميل عمر البنوبي وكل التحية على هذا الحوار الانفرادي اللي الحقيقة كلام عمر البنوبي تعقيبا على كلام لاسارتي في نقطتين ثلاثة باشمهندس. الصورة الأولانية شفتوا قيمة التعامل الحضاري مع المدرب الأجنبي، الراجل مشي مش موجود مش هيجامل، ما بيشتغلش في الأهلي، مش موجود في مصر، لكن شوفوا هو بره كلامه عن الأهلي عامل إزاي والانطباعات اللي خرج بيها عن مصر وعن النادي الأهلي عامل إزاي. هي دي الوطنية بالمناسبة، وهي دي روح المسؤولية، حسن تمثيل الوطن، وهو ده
حسن تمثيل الوطن والمسؤوليه عن صوره البلد، ان انا ازاي اقدر اقدم بلدي في افضل صوره ليها لدى الثقافات الاخرى، ازاي حتى وانا موجود هنا وبتعامل مع ناس مش مصريين اكون خير ممثل لوطني. الحمد لله كل الناس اللي خرجت بانطباعات جيده. شوفوا كل الخواجات ده يتكتب فيها ملاحم، كل الخواجات اللي اشتغلوا في الاهلي لغايه النهارده صوره الاهلي عندهم عامله ازاي، وصوره مصر من خلال النادي الاهلي عامله ازاي. هي دي المسؤوليه وهي دي الوطنيه، مش يافطه ولا ادعاء، مسؤوليه تجاه الوطن بجد. النقطه الثانيه انه الراجل بيقول لك انا اشتغلت مع ناس ابرز ما يميزهم ان بيحبوا ناديهم قوي. ما هو طبعا ما لا هي واضحه، هو مستغرب بيقول لك انا كسبت الدوري في الاول ما كانش عارف يستوعب، لكن هو مش مدرك ان اولويات النادي الاهلي انه في ارقام بيحافظ عليها، ارقام عالميه، فيعني خساره اي بطوله بيتحاسب عليها. وده يخلينا كمان التحيه للكابتن محمد يوسف، كابتن سامي قمصان، كابتن طارق سليمان، لان حتى عمر بيقول لك انا لما قلت له على محمد يوسف وسامي قمصان واثنى عليهم واشاد بيهم جدا وشكرهم قال له طارق. يعني هو يعني ما نسيش طارق سليمان ودوره معاه. اتكلم مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، انا عرفت انه بعد ما الاثار تعملوا له حفله التوديع في النادي والتورتايه، كابتن سيد عبد الحفيظ عزمه على العشاء هو وكابتن محمد يوسف والجهاز بره القاهره بره النادي. فالراجل يعني خلاص مضى ولم ورقه وهيمشي، كلامه على الاهلي وعلى الجهاز اللي كان شغال معاه يخليك يعني فعلا تتاثر ان ده ماشي. فكرني بكذا مدرب تيجي تعمل له تورتايه يعيط. لا ما هو طبعا شوف يعني ليه ما نحترمش الناس خاصة لما نعرف انهم ادوا كل اللي عندهم. بالظبط. ومحدش اساء للنادي الاهلي، وبالتالي الاهلي لازم يخرجه بافضل صوره واشيك صوره. هو ده الدور الوطني المسؤول للنادي الاهلي. وده اللي اتكلم عنه كتير في حلقه النهارده، ما بين الامس واليوم، ما بين لحظه التاسيس ولحظه التتويج الحالي. لكن لانه الاهلي دايما وابدا صنع السعاده والفرحه لجماهيره، زي النهارده ولكن في 10 نوفمبر 2005 الاهلي بيفوز على النجم الساحلي 3-0. ده بمناسبه ان اول مباراه جايه للاهلي هتكون ان شاء الله مع النجم الساحلي في بطوله افريقيا هذا الموسم، الجوله اللي جايه على طول الاهلي والنجم في استاد رادس. 3-0 في 2005 10 نوفمبر، ابو تريكه واسامه حسني ومحمد بركات نفتكره. جدا جدا في عماد وكان لازم وادي العرضيه حلوه وادي فرادو الله 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 لبركات، حط الحسام حط الحسام، دخل جوه دخل جوه دخل جوه، وادي التسديده ثلاث أهداف أجمل من بعض. فكروك بالحاجات الحلوة اللي كان بدأ النادي الأهلي يستعيدها، ونرجو أن يستمر عليها وما تكونش تأثر بفترة التوقف للأجندة الدولية. النهاردة يعني ضروري أنت مجهز لنا حاجة على الماتشين في 11 نوفمبر كمان 2006، اللحظة التاريخية، لحظة الانفجار، الاهلي والصفاقسي 1-0 في تونس، محمد ابو تريكه، نفتكر واحد من الاهداف التاريخيه للاهلي. شادي محمد، كره طويله في عرض الدفاع التونسي، لمسه من عماد مدعم، مرتده، تصويب، وجول جول جول جول، الهدف الاول للنادي الاهلي، محمد ابو تريكه يخطف الهدف، هدف غالي جدا، فرحة كبيرة في الجهاز الفني للنادي الأهلي والمايسترو محمد أبو تريكة بكل تأكيد يفاجئ الجميع ويسجل الهدف الغالي
هدف قاتل، هدف تراجيدي. قلنا مشاهدينا الكرام ستكون النهاية تراجيدية، ستكون النهاية دراماتيكية على أحد الفريقين. وهذه الكرة المرتدة يسارية قاتلة جدا من محمد أبو تريكة في شباك الحارس. يعني شهر نوفمبر ده لان كان بيبقى نهايه البطولات الافريقيه، فدايما الاهداف بتبقى مؤثره، اهداف بتاعه بطولات. حتى في 12 نوفمبر 2013، لا قبل 2013 هنشوف الجولين بتوع ابو تريكه واحمد عبد الظاهر في اورلاندو بايرتس. شفنا الليزر النهارده الموجود بقوه، ادي امامنا لمسه وليد على طول، الكوره لمحمد ابو تريكه، ادي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي، وادي ابو تريكه، يلا يا راجل، يلا يا راجل، هو ده ابو تريكه، هو ده ابو تريكه. اللمسات، اللمسات مع النيات، هنا اللمسات الحلوه مع النيات الحلوه. ادي امامنا الكوره، شوف النادي الاهلي بقى نقلوها ومرروا الكوره، وادي الكوره عبد الله يسدد، وابو تريكه الكوره بتحبه، الكوره بتكافئه دائما وابدا، الذي ياتي بالحظوظ وبال يعني الالقاب اللي بتاتي من خلال بقى لمسات، نفحات، امنيات، هي نيات لهذا النجم الكبير محمد ابو تريكه. بص شوف عبد الله السعيد، وشوف بقى هنا الكوره التقطها، التقطها وعملها. ابو تريكه سجل هدف اللقاء الوحيد، وليس ابو تريكه يعني معناه انه هو النجم الاول، لان الاهلي يعني نجوميته في فريقه، في جماعيته، في الروح والاصرار اللي عند اللاعبين. ادي احمد شديد، احمد شديد يحاول، احمد شديد، ادي امامنا الكوره، احمد شديد يلعب عرضيه حلوه وانتظارها عبد الله السعيد، استلم حلو عبد الله، والدعم من احمد فتحي، وتسديده والجول الثاني، يا احمد عبد الظاهر. شفنا الكوره من شديد لعبد الله السعيد لاحمد فتحي لاحمد عبد الظاهر. الاهلي حديد، الاهلي حديد، الاهلي هنا يا ساده يفعلها في هذه اللحظات. عبد الظاهر يسجل ثلاث اهدافه في هذه المسابقه. ادي امامنا عبد الظاهر، لكن بص شوف، بص شوف عبد الله السعيد لاحمد فتحي. كمان ثلاث اهداف في 2013 في نهائي البطوله، هم دول اللي تعرضوا. نهائي 2013 بالمناسبه ده كانت النهائي الاخير للاهلي اللي توج بيه باللقب. ومن المفارقه كمان ان ده كان المدير الفني محمد يوسف، فالكابتن محمد يوسف هو اللي جاب للاهلي اللقب الاخير في 2013. احمد عبد الظاهر ده 2013 صح، اللي رحنا في المغرب. ايوه كنت انا وحضرتك بنقدم ملك وكتابه هناك. حلو حضرتك دي. حلو الرسميات دي. طيب لما نيجي نتكلم على الاهلي عبر كل هذه السنين، وده الكلام المهم الحقيقه، لانه نقاء الفكره بتاعه التاسيس، روعه المؤسس الاب عمر بك لطفي اب النادي الاهلي، لانه كل واحد سعيد بالنادي الاهلي، فخور بالنادي الاهلي، فرحان بالنادي الاهلي، مستمتع بالنادي الاهلي، لازم ان يترحم ويشكر ويذكر عمر بك لطفي. ده المؤسس اللي النهارده ذكرى وفاته، توفي في 1911، يعني الراجل اسس الاهلي وفرح بيه اربع سنين وتوفي في 1911. هنتكلم كتير على عمر بك لطفي، بس لما تلاقوا البذره اللي اودعت في هذه الارض الخصبه بعد كل هذه السنوات بتفرز هذه الرموز المسؤوله عن النادي الاهلي حاليا، اللي يطالها ما يطالها، فتتمسك بقيم وثوابت وقيمه وكبرياء النادي الاهلي. محمود الخطيب كرئيس للنادي الاهلي لو اتكلمنا عنه ربما يكون الكلام مجروح، ولو المهندس عدلي القيعي ادلى بشهادته فيه هيبقى ده اصله عشان قناه الاهلي، حتى وان كان ده لا يمنع. لكن لما تيجي هذه الشهاده وهذا الوسام من مؤسسه صحفيه اخرى لا يربطها بالكابتن محمود الخطيب ولا بالنادي الاهلي اي رابط، يبقى الكلام ذات قيمه مهمه جدا وله دلاله في هذا التوقيت. كابتن محمود الخطيب تمنحه مؤسسه روزا اليوسف وسام الاحترام، وسام الاحترام، وحطها بين 10 اقواس، وتديله لقب
النبيل. تقول روزا اليوسف في حيثيات منحها وهي من المدارس الصحفية المصرية العريقة والمتميزة، تقول روزا اليوسف في حيثيات منح رئيس النادي الأهلي وسام الاحترام: موهوب في أدائه، موهوب في أخلاقه، موهوب حتى في صمته. عندما يتحول إلى قائد متمسك بثوابت ومبادئ تربى عليها الشياطين الحمر في مؤسسة وطنية اعتادت أن تواجه التحديات مهما على أثرها. هو واحد من أبناء جيل العظماء في كرة القدم، هو أحد أبرز من أمتعوا المصريين والعرب في العصر الذهبي بموهبته منذ كان لاعبا في النادي الأهلي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي خلالها أرقاما قياسية لم يستطع أي لاعب حتى الآن الوصول إليها، منها على سبيل المثال تسجيله 37 هدفا في المسابقات القارية. وبتضيف روزا اليوسف، قبل ما تضيف روزا اليوسف والله ساعات الكلام الموقف يخليك تبقى مبدع. يعني ما أقول لك موهوب في أخلاقه، موهوب جدا في صمته. حتى في صمته، موهوب في صمته. الناس يقول لك يعني ايه موهوب في صمته؟ يعني الصمت هنا اختيار عبقري لمعالجة الأزمات التي لا يليق انك انت تنجرف اليها. فتطلع منها بهذا النبل الذي نراه، وهو ده الدروس اللي الأهلي بيديها، ان مش بالشطر اخد الحق حرفة، مش بالهيصة وبالصوت العالي أو بالتهديد أو بالوعيد، ولكن بالصمت وبالقانون وبالأصول. صحيح. تضيف روزا اليوسف في حيثيات منحها وسام الاحترام للكابتن محمود الخطيب، بتقول: 65 عاما مرت على مولده قدم خلالها سلسلة من العطاءات استحق عنها أن ينال عدة ألقاب، من بينها أفضل لاعب، أفضل هداف، ودائما أفضل أخلاق. طوال مشواره الكروي أو الكروي مع أبناء القلعة الحمراء لم يحصل إلا على إنذار واحد. هو أول لاعب مصري يفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في أفريقيا عام 83، والتي قدمتها إليه مجلة فرانس فوتبول. 30 عاما أو يزيد مضت على اعتزاله كرة القدم، سجل خلالها 107 أهداف في الدوري المحلي، كانت من أمتع الأهداف في كرة القدم المصرية وأكثرها إبداعا. لذا يبقى محمود الخطيب ليس فقط أعظم من لمس كرة القدم في الملاعب المصرية والأكثر موهبة وحضورا، ولكنه المسؤول القابض على منظومة الأخلاق والحارس المدافع عنها في صمت وكبرياء. جملة ولا أعمق، هو المسؤول القابض على منظومة الأخلاق والحارس المدافع عنها في صمت وكبرياء. شوف، أنا لما بقول لك اللي يتأسس صح بيكمل صح ليه؟ لأنه يعني الصح بيجبر اللي يجي بعديه إنه لازم يمشي صح. بيلاقي حاجة لو استند إليها هيتحط في المكانة اللائقة بيه وبين النادي الأهلي. فمالوش خيار في إنه، لأن الحقيقة النادي الأهلي دائما ما كان يلفظ وهو ماشي في طريقه عملية الفرز مستمرة. صحيح. وبهدوء شديد. صحيح. جدا. صحيح. ده يعني تلاقي ناس كتير قوي الأهلي بيلفظها بهدوء، لما تتأملها تقول لا، لو ما لفظهاش ما يبقاش الأهلي، ما يبقاش الأهلي. وتستغرب يعني. كان يجي الكابتن صالح كل انتخابات يقيم، ينشن على واحد ولا اتنين يقول لك دول مش معانا المرة دي. تدور على الأسباب، يمكن ما أقولكش قوي إلا تكون جنبه جدا وتعارف، ممكن تبقى حاجات بسيطة وتعدي في حتت كتير. لكن ليها مؤشرات ودلالات إنها ممكن توصلنا إلى حاجات مش كويسة أو أخطر. فهذا الفرز مستمر عليه كل الأجيال بدرجات. بتقول روزا اليوسف: محمود الخطيب الذي اختطفه الشياطين الحمر في شبابه قبل أن ينضم للإسماعيلي ساهم بشكل كبير في أن تظل جماهيرية النادي الأهلي العريق على مر الزمان هي الأولى بفضل تفانيه وإخلاصه وتحمله لآلام الإصابات المتكررة وقسوتها والتي لم تهزمه يوما. فكان يتناول المسكنات ويشارك في المباريات دون اكتمال شفائه ليمتع الجماهير العاشقة لأدائه الراقي ويسهم في صنع تاريخ لناديه والمنتخب الوطني. ياما وهو بيلعب من كتر الإصابات كان في كده همهمه وتلقيح من اللي ما يعني
من الناس اللي دايما عامله انها فاهمه بواطن الامور. ان يعني احيانا ما بتبقاش الامور مستحقيه. ها النهارده ايه اللي بيحصل؟ بيدفع فاتوره التحامل على نفسه والحقن واللي كان بيلعب وهو مصاب، عشان الايام ترد على كل الذين يعني تقولوا عليه. وأدى الفتنة لاعبا وكثيرا بين الجماهير بحسن وتميز علاقته مع المنافسين، وهو اليوم من يحمل لواء القيم والخلق الكريم، مدافعا عن التقاليد المصرية وقيم الحب والخير والعفو والتسامح، مستمسكا بالثوابت والمثل والروح الرياضية، بعيدا عن الانزلاق إلى هوة الخلاف العميق دي روزا اليوسف مش احنا، في حيثيات منح الكابتن محمود الخطيب وسام الاحترام هذا الأسبوع، بتقول مستمسكا بالثوابت والمثل والروح الرياضية بعيدا عن الانزلاق إلى هوة الخلاف العميق أو التلاسن البغيض، حريصا على منع الفتن ومقدما القدوة للأجيال لأجيال لا تجد بوصلة الطريق الذي بدأ موحشا في ظل هجمة قبل سنوات لم تستهدف الرياضة فحسب، بل استهدفت الوطن بشبابه. شبابه بس لحظة. طيب ناس كتير بتقول والله انتوا يعني ما فيش، عمالين مركزين قوي في حتة الأخلاق والقيم والمبادئ، وممكن بعد شوية ناس ايه تقول لك يعني بالراحة شوية، ما احنا يا جماعة بصين للأمر من المنظور ده بقى اللي روزا اليوسف التقطته وبتركز عليه، مدى تأثير القيادات التي تصبح في مجال القدوة على سلوكيات المجتمعات ومن خلال تربية الشباب والأجيال القادمة. دي المسؤولية، دي مسؤولية خطيرة جدا جدا، مسؤولية جداً. تقديم القدوة للأجيال. وكان انزعاجنا طوال الفترات الماضية من الانفلات اللي حادث انه كنا خايفين وتخوفنا في محله ان يعمل مدرسة الحق بالدراع وبالتجاوز وبالتهديد وبالابتزاز وبالكلام ده. فيعني ان تجي لك لحظات تجد مؤسسات تنتصر، مؤسسات ايه؟ اعلامية زي اللي انت شايفها دي. لا، ومؤسسات كروية زي الاتحاد الافريقي لما ياخده في لجان ويشيد به ويشيد بادائه، الاتحاد الدولي، مؤسسات علمية، مؤسسات جامعة علمية وجامعة المنصورة إذا الراجل ده في أكتر من جانب، كل حتة معنية بالقيم التربوية ومهمومة بمستقبل شباب هذا الوطن لقت فيه حاجة تستفيد منه أو أنه يقدر يمثلها قدوة فيه. ده طلبة في جامعة المنصورة، فده مهم جدا. ده مهم جدا جدا أن احنا نعلي من شأن هذه النماذج. بتقول روزا اليوسف عن الكابتن محمود الخطيب مقدما القدوة لأجيال لا تجد بوصلة الطريق الذي بدا موحشا في ظل هجمة قبل سنوات لم تستهدف الرياضة فحسب، بل استهدفت الوطن وشبابه، شبابه الذي ينظر إلى محمود الخطيب بكثير من الفخر والإعجاب. شيء مهم جدا، أنا بعتبرها واحدة من أهم المقالات والله العظيم. الخطيب الذي يتسابق الصغار إلى تحياته والتقاط الصور التذكارية معه في مشهد يدعو للإعجاب والدهشة في آن واحد، والتساؤل عن سبب هذا الحب الإلهي لنجم محبوب لم يره هؤلاء الأطفال لاعبا ومن سبقهم من أجيال، ويضرب بيبو المثل في كل مرة وينحني للصغار سعيدا ومبتسما، بل متعاليا على آلامها التي لا تحتمل بفعل جراحات عدة أجراها في العمود الفقري. هو بالنسبة يعني مشهد الأطفال هما يعني بيجروا عليه عايزين يتصوروا معاه، والأمهات والأهالي، وهو لا يخذل أحد مهما كان مستعجل أو تعبان، مشهد يستحق التأمل والتحليل ده. صحيح. في حيثيات وسام الاحترام من روزا اليوسف إلى كابتن محمود الخطيب، بتقول اليوم يقف محمود الخطيب وقد استحوذ على قلوب الجميع الخصوم قبل المناصرين بفضل دماثة خلقه وبعده عن الأضواء وهي تلاحقه، وبفضل ترفعه عن الرد على ما أصابه من أذى،
دون ذنب اقترفه أو جريرة ارتكبها، فخرج منتصرا للحق والعدل والمنطق بعد أن كفر البعض بكل هذه القيم التي تمثل حجر الزاوية في تماسك المجتمع وشموخه. دي مؤسسة وطنية بتمارس دورها المجتمعي المسؤول في حماية القيم ورجم كل السلبيات وكشف كل العيوب بكل الوضوح والصراحة، وهي بتعمل فوكس شديد على نموذج الكابتن محمود الخطيب وتمنحه وسام الاحترام تحت مسمى النبيل. لا يفوتها أن تلقي الضوء على هذا الجانب شديد السواد للفظه والتنبيه إلى خطورته، لأن بتقول روزا اليوسف بفضل ترفعه عن الرد على ما أصابه من أذى دون ذنب اقترفه أو جريرة ارتكبها، فخرج منتصرا للحق والعدل والمنطق بعد أن كفر البعض بكل هذه القيم التي تمثل حجر الزاوية في تماسك المجتمع وشموخه. وفيما كان يواجه محمود الخطيب المحنة تلو الأخرى ما تعلق منها بأزمات صحية وأخرى جماهيرية يواجهها بهدوء وصبر، تتجلى عدالة السماء لتنصره نصرا عزيزا ليبقى أسطورة حية في حسن الخلق ونبل المقصد وتحمل الصعاب ونموذجا يحتذى وساكنا للقلوب كقدوة فريدة ورمزا وطنيا في قائمة أبناء الوطن الذين يمثلون ثروته وقوته الناعمة. طيب لو قلنا ان احنا يعني بنسقف لهذا التحليل وبنؤيده نبقى بنطبل يا اخواننا، موقفنا من الإشادة الدائمة بما يقدمه الخطيب خصوصا وهو إداري والله مبني بالنسبة لنا على مفاجأة. فاجأني الخطيب متجاوزا كل حدود التوقع اللي أنا كنت متوقعه بالنسبة له. فاجأني، لأن احنا متربيين مع بعض وكل واحد فينا شايف في الآخر ميزاته وشايف في قدراته وشايف يعني، فكنت تملي بقول إيه يعني، طب هو لما يبقى الرجل الأول في الأزمات هيعمل إيه كشخصية النجم بقى، الأزمة والصراع بين الصح والمكاسب الشخصية كنجم. أيوه طبيعة الشخصية أنا طبيعة أما أجي أعالج الأزمة والناس بتهاجمني، الناس اللي وقفت جنبي واللي كانت منبهرة بيا تقول ده احنا بنعيد حساباتنا، لا لا ده مش كده، بعضهم للأسف الشديد فعل هذا تحت وطأة الهجوم المستمر والإلحاح الإعلامي والتحامل والتجيش اللي تم ضده. فيفاجئني انه بيسكت ولما يطلع يتكلم وهو متمالك نفسه تماما، يتكلم بقوة ولكن برقة، يتكلم بحسم ولكن بتعفف، يتكلم في حق الأهلي وينسى حق نفسه، وده اللي احنا تمام اللي بنقوله، الأهلي فوق الجميع، فوق جميعنا مش وقت الحساب، ويروح بقى فيما يخصه يسلك السلوك الحضاري الطبيعي لأي إنسان مسؤول ويروح للجهات المسؤولة المسؤولة القانونية والإدارية والرياضية، وهو يتوقع أنه ربما لن يجد صدى في كثير من محاولاته، لكن تباعا تأتي الأيام بالإنصاف. صحيح، تأتي الأيام بالإنصاف لتقول روزا اليوسف. لقد أكد ويؤكد الخطيب في رسائله التي لم يتحدث أو يتاجر بها أن بعض المواقف مهما تحطمت فيها الثوابت وازدوجت فيها المعايير وعلى صوت الأدعياء فيها تأتي خواتيمها مواكبة لسنة الكون ومنسجمة مع ناموس الإنسانية بالانتصار لأصحاب القلوب الطيبة والذكرى العطرة والأخلاق الرفيعة، في إشارة وجدانية أصيلة نابعة من تراكم مسيرة سنوات من الجهد والعطاء والبناء والحفاظ على مكانة المؤسسة التي ينتمي إليها قبل أي اعتبار، بأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح. بتختم روزا اليوسف حيثيات منح وسام الاحترام لرئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب
هو إنسان مليء بالتسامح، رافض للسقوط، حامل في قلبه عشق ملايين المصريين من أبناء القلعة الحمراء وغيرهم من المصريين لأجل الكثير والكثير مما قدم بعطائه في الملاعب وما قدم من نبل بصمته في المصاعب وتحمل للمسؤولية بشموخ في أصعب الأزمات والآلام. نجده عن جدارة يستحق وسام الاحترام. أدي لحظة النبل. يعني كتير جدا نماذج العطاء والإخلاص والتفاني اللي روزا اليوسف شايفة إنه يستحق محمود الخطيب وسام الاحترام. طيب، هي انتصرت للنموذج الطيب اللي هيؤثر في أجيال، وألقت الضوء في لحظة شديدة الخطورة والأهمية إنك تبرز هذا الجانب، لأن زي ما الصورة القاتمة موجودة أدي الصورة المضيئة، وشايفين إن الأيام يا شبابنا بتنتصر لأصحاب القيم والمبادئ والتقاليد والخلق. فدي الرسالة للجمهور وإزاي تاخد حقك بدون ما تدفع المجتمع ثمن فادح، ولا البلد ثمن فاتح، بدون فادح، بدون ضجيج، وبدون تهديد، وبدون تلويح، ها، ان انا ورايا جمهور ورايا ابدا. مسؤوليه منضبطه، نموذج في الاداء المسؤول، وده اللي احنا عايزينه باستمرار واحنا بنتعامل مع نادي زي النادي الاهلي شديد التاثير. احنا كل واحد فينا هنا استاذ ابراهيم، ها، شاء او لم يشاء قد يكون مؤثرا، فعندنا مسؤوليه لازم نرعاها. انا ابني معلش وانت عارف القصه دي، انا هشير بس على سؤال واحد، ما تقوليش لا، هقولها لان انا مؤيد لهذا الفكر. جالي في واقعه معينه وقال لي انا كتبت، ها، من ستر مسلما ستره الله، في إشارة إن يا جماعة مش عايزين ننزلق في أمور ملهاش لازمة. أنا صح ولا غلط؟ قلت له بتسأل ليه؟ قال لي في ناس بتقول لي لا مش صح قوي. قلت له قد يكون عندهم أسبابهم، لكن أنت صح. أنت صح ليه يا أستاذ إبراهيم؟ أنا بقول للابن بقى، أنا حر مع ابني، لأني أنا إذا ما كانتش هذه القيم موجودة قدام حاجات تانية، في ناس عايزة تاخد حقوقها وفي مظالم عايزه تيجي، واخد بالك؟ لكن انا من انصار فليفعل كل انسان ما يروقه. انا ما احكمش على غيري، ما بقولش ان اللي بيعمل كده غلط التاني، لكن بقول انا لما ابني يسالني هذا السؤال لازم اقول له انت صح، عشان اعمق روح التسامح جواه، مش الوهن ولا الضعف. انا عايز اقول ان النادي الاهلي يصمت كثيرا امام الايذاء. هو احنا ما تسجلناش واتبعت لنا التليفوناتنا بقت تتحط على الشاشات عشان الناس تشتمنا؟ اتعمل فينا كده، لكن ما وقعش ابني ولا انا ولا لاي حد اقدر اديله هذه النصيحه اسير الانتقام ولحظه الشعور بالتفوق. معلش انا قلتها رغم انها تبدو مساله شخصيه، لكن هي ما فيش ازدواجيه في المعايير هنا، يا انت مؤمن بده يا مش مؤمن بده. إذن هي جزء من الرسائل الأخلاقية، لكن من 112 سنة بالضبط، لأن هي كلها مسيرة عطاء أخلاقي في الأصل، من 112 سنة نشأ بين ضفتي النهر، نهر القاهرة، هذا الكيان، فكرة ولدت في ذهن شخصية شاف انه لما عمل نادي طلبة المدارس عشان يجمع طلبة الجامعة، كانوا 200 واحد في اول جمعية عمومية عملوها في كلية الطب، خريجين وطلبة عشان يتجمعوا مع بعض في فترة نادي الصيف، نادي الطلبة المصريين، فعملوا نادي طلبة المدارس العليا، المدارس العليا. الفكرة كانت في ذهن عمر بيك لطفي، هو المؤسس لهذا النادي ورأس نادي طلبة المدارس العليا. فلما المسألة اخذت نطاق اوسع بدأت تروح ناحية الرياضة، بدأت تاخد اتجاه انه طب ما هو دول كلهم على اتصال، وخريجي مدرسة وطنية واحدة كان بيقودها الزعيم مصطفى كامل،
إذن عندهم أهداف وطنية للتحرر. طب ليه ما يتعملش نادي على نطاق أوسع وأكبر يبقى ده الناشونال، ده الوطني، ده الأهلي، الأهلي. عشان كده سمي الأهلي من أول لحظة، لا تغير اسمه ولا تبدلت عليه الأسماء، فضل الأهلي. عمر بيك لطفي شخصية هو المؤسس، عشان كده بقول لكم قيمة المؤسس دايما وأبدا لازم تذكر في كل مناسبة. وأتمنى على كل الأهلوية، ممكن أقف عند كلمة المؤسس و... آه. ودي فيها بعد. أتمنى بس على كل الأهلوية 14 نوفمبر من كل عام لابد من تذكر هذه الشخصية وهذا الرمز المؤسس. طب الراجل ده بيجي له حقه امتى؟ محدش بيذكره. من سنتين فاتوا بالظبط بدأنا نتكلم نتعقب شخصيته ونطلع العمق اللي كان والثراء اللي كان في شخصيته. الراجل ده لما عمل نادي طلبة المدارس العليا في 1905 كان وجهة نظره ايه؟ كانت وجهة نظره انه مشغول على الشباب ده بعد انتهاء الفترة الدراسية وعلى وقت فراغه هيعمل ايه ويجمع ازاي ويظل على تواصل فيما هو يفيد البلد. ده حفل افتتاح، دي صور تاريخية، حفل افتتاح نادي طلبة المدارس العليا 5 ابريل 1906. الفكرة بدأت في 1905 وتنفذت تاني سنة او خلال السنة كانوا بيعدها. ده حفل الافتتاح. ايوه. بص يا استاذ ابراهيم، انا دي النقطة، دي النقطة اللي لحد دلوقتي عايشة معانا واللي بنكمل فيها. أيوة. أن تكون معنيا بسلوكيات الشباب وما يؤثر عليها بالإيجابية، وأنك تزرع نبت صالح من هؤلاء وتهيأ لهم الفرصة أن يعيشوا عيشة نفسية صحية وطنية. هذه بذرة النادي الأهلي، ده المنشأ. فلما نجحت فكرة أنه يجمعهم على أهداف سياسية رجع ابتدى يقول لك الله، طب وفين الجانب الرياضي؟ هيبقى دايما في جانب ناقص في شخصيه هؤلاء. فجاءت فكره النادي الاهلي للتربيه البدنيه. نقول مين بقى عمر لطفي؟ او للرياضه البدنيه. مين عمر لطفي؟ عمر بيك لطفي من اصول مغربيه. والاصول المغربيه مش مقصود بها دوله المغرب او المملكه المغربيه، هي شمال افريقيا في الوقت ده كل ديت المغرب العربي. فهديت أصول عربية، وكانت مصر بالنسبة للقبائل العربية المرسأ لطريق الحج. يعني كل العرب بتوع المغرب بييجوا يستقروا في مصر ومنها يتحولوا إلى الحجاز. فكان تحول القبائل العربية من المغرب العربي لمصر كتير بحكم إن هي المنطقة الوسط اللي منها بينتقلوا إلى الحجاز، وهم راجعين من الحجاز بيستقروا فيها. بعضهم كان يقعد بقى. أيوة. أسرة أو عائلة عمر بيك لطفي استقرت في مصر. والده كان وكيل لدولة المغرب في مصر زي السفير. ولد عمر لطفي عمر لطفي بن يوسف عاشور المصري، يعني حتى خد لقب المصري من عمل والده هنا. عمر لطفي بن يوسف عاشور المصري ولد في الإسكندرية في 1968، تعلم فيها في مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية التعليم الاول. دي مدرسه انشئت بجهد من عبد الله النديم اللي بث فيها الروح الوطنيه والشعور القومي. عشان كده شوفوا النبت جاي منين. واحد درس في مدرسه اسسها عبد الله النديم، فبدات فكره الروح الوطنيه والشعور القومي يظهر عنده. تتلمز من زنعومه اظافره على الروح التعاونيه الوطنيه، النبل بقى بتاع اخلاق البشوات في الفترة ديت، الروح التعاونية. مش معنى انه هو ثري وانه هو والده كان كذا ووالده كذا مهموم بالمجتمع، هو مهموم بالمجتمع ومحدود الدخل وبالناس البسطاء. فدي فكرة التعاون، الروح التعاونية اللي هي قالت بعد كده لأشكال كتيرة من أشكال التعاونيات. فهو يعتبر عمر لطفي واحد من رواد الحركة التعاونية في مصر. لما تكون حركة تعاونية ممزوجة بالحس الوطني تبقى قضية كبيرة قوي. وكمان يدرس في كلية الحقوق القانون، وكان من أخلص أصدقاء مصطفى كامل وسعد زغلول، وده اللي قوى عنده الشعور الوطني. أسرته جت من اسكندرية للقاهرة، كمل دراسته هنا، تخرج من مدرسة الإدارة والقضاء اللي هي الحقوق الخديوية،
اتعين في قسم قضايا الحكومة، اشتغل في مكتب سعد زغلول باشا نظر الحقانية أيام كان محاميا. يعني سعد زغلول مكتب المحاماة بتاعه كان معاه عمر بك لطفي، كان بيتكلم عربي طبعا كويس وفرنساوي كويس وقليل من الإنجليزية والإيطالية. عمر لطفي كان منفتح، شخصية مثقفة، منفتح على الثقافات الغربية، دائم السفر للخارج، فعنده فكر متطور ومتجدد دايما. عشان كده حتى روح التعاونية عنده كانت جاية من ثقافة تانية. كان بيسافر كتير لبره في الوقت اللي كان مصطفى كامل في مصر وخارجها بينادي بضرورة جلاء الاحتلال عن مصر، كان عمر لطفي رائد التعاون والاقتصاد القومي في مصر من المقربين ليه وأشد أنصاره. طبعا لما عمل نادي طلبة المدارس العليا كان بعض طلبة كلية الحقوق أو مدرسة الحقوق اللي فكروا في إنشاء هذا النادي، اللي زي ما حضراتكم شفتوا حفل افتتاحه في أبريل 1906. لكن الغريب انه ابريل برضه، لانه 18 ابريل تاسيس النادي الاهلي. كام سنه كام؟ 1907. 1907. عايزين بس نربط الامور شويه يا استاذ ابراهيم. طيب انت وانت عمال تتكلم هو كان في مكتب سعد باشا زغلول. ايوه. كمحامي. كان صديقا ملاصقا لمصطفى كامل ورفيق النضال معاه. ايوه. كان مهموما بالتعاونيات. ايوه. كان مهموما بماذا يفعل الشباب بعد في اوقات فراغهم وبعد انتهاء السنه الدراسيه. التوليفه دي كلها عايشته في مناخ مسؤول سياسي وطني، مش عايز اقول اقتصادي، لكن في حس مرهف بالاخر وبمصالح البسطاء. فلما يجي مع مصطفى كامل يفكروا نادي طلبة المدارس العليا، ثم يفرز هذا النادي أن يتطور الفكرة. طب ماذا عن الجانب الرياضي؟ إدراك مبكر بأن الجانب الرياضي جزء من الشخصية ويساهم في الشخصية السليمة. أيوه. فلابد أن ينشأ نادي على هذه الأسس يحقق الأهداف دي. أيوه. يحقق الأهداف دي الإنسان السليم. عشان كده وانتوا بتسمعوا حتة مبادئ الأهلي وتقاليد الأهلي، اعرفوا البذرة كانت فين. البذرة بدأت بدرجة هدف فيها نقاء الفكر عالي جدا. ما هو معلش تاني، انا عايز اركز على الحتة دي. الهدف الإنشاء هو مصنع لإنشاء الإنسان السوي. أيوة. السليم بالظبط. عشان كده هتشوفوا فكرة تأسيس النادي ولدت في ذهن عمر لطفي من خلال رئاسته لنادي طلبة المدارس العليا وفكر الشباب وحماسهم الوطني. عمر لطفي كان لعب دور مؤسس ورئيسي في تأسيس الناديين لعلاقته بمصطفى كامل. 8 ابريل 1907 كان أول اجتماع للشخصيات اللي اتحمست لرغبة وفكرة وحماسة نعمل النادي عمر بك لطفي، نعمل النادي الأهلي. كان صاحب الفكره في مقدمه الحاضرين طبعا، هو اللي داعي للقعده ديت اللي انتم شايفينها. كان معاه مين؟ ادريس راغب باشا، عبد الخالق باشا ثروت، اسماعيل بكسري، ميشيل انس، وده الانجليزي اللي كان مستشار في وزاره الماليه المصريه، والف المجتمعون فيما بينهم نقابه اخذت على عاتقها جمع المال اللازم لتاسيس النادي في نقطه صحيه ونائيه خارج القاهره. هنا هقف عند ثانيه عند ادريس راغب باشا، لأنه من الناس اللي كانت حاولت تعمل فرشة تشويه كده لنشأة النادي الأهلي. قال لك ده إدريس راغب باشا المؤسس كان ماسوني ويهودي وفي المحفل اليهودي. وخدت الكلمتين دول فترة بين الشباب اللي الناس حاولت تشككهم في فكر واحد زي ده. بالمناسبه هو ولاده بعد كده محمد واحمد، يعني هو عمره ما كان يهودي، هو مصري مسلم صحيح الاسلام. لكن ما علينا، فكره الماسونيه في الفتره دي هتندهشوا جدا لما تلاقي فكره قايمه على العمل الاجتماعي الخيري، المحفل الماسوني اللي كان بيجمع كل هذه الشخصيات. بالمناسبه سعد زغلول كان في هذا المحفل، عبد الله النديم،
ادريس راغب، ما هو اللي افرز جمال الافغاني والروتري والحاجات دي، الامام محمد عبده، السلطان حسين كامل، الخديوي عباس حلمي، كل رموز المجتمع في هذه الحقبه الزمنيه كانوا اعضاء بارزين في هذا العمل الاجتماعي الخيري، لانه ده كانوا هم بيفخروا بده. زي دلوقتي لما بتتكلم على الروتري والليونز، كل سيدات المجتمع وهوانم المجتمع ليهم دور مجتمعي خدمي خيري من خلال هذه الانديه. كون ان بعد كده الرغبه السياسيه في اتجاه ما تحاول تضرب فرشه على مثل هذه المسائل، دي كلام او امور يتكلم فيها كتير المؤرخون. لكن كمان الناس ربطت ما بين ده وبين الحركه الصهيونيه اعتمادا على تشابه الالفاظ، فمشيت المساله في كده في محاوله تشويه ادريس راغب باشا اللي انا قلت لكم كان حجم اسهامه المجتمعي عامل ازاي خيريا. انما يجتمع الراي في الجزء الجنوبي من جزيره الزمالك على نشاه النادي الاهلي. الجزيره الوسطى بتتوسطها جزيرتين الروضة والزمالك. قال لك في نقطة نائية نائية، شوف كانت بعيدة صحية خارج القاهرة. اه كانت بعيدة قوي، ده كان ساعتها دي العاصمة الإدارية. ايوه يعني زي الأهلي الشيخ زايد. ايوه زي ما تطلع بره بعيد. المجتمعون قرروا تأسيس شركة رأس مالها 5000 جنيه. بصوا الرياضة المصرية دلوقتي بتحفى عشان تتحول إلى شركات مساهمة. كل ما تتكلم مع اقتصاديين مفيش حل للرياضة إلا أنها تتحول لشركات مساهمة، يغيروا اللوائح، يعدلوا اللوائح علشان يحولوا الأندية إلى شركات مساهمة. طب ده النادي الأهلي 8 أبريل 1907 الناس دي وهي قاعدة أسست الأهلي على شركة مساهمة، وده سهم التأسيس بخمسة جنيه. 11 مايو 1907 حفل التأسيس أو حصة التأسيس، دي الوثيقة بهذا التاريخ. جمعوا 3500 جنيه واستلفوا 1500 من البنك. 5000 جنيه على شكل 1000 سهم على أن تكون قيمة السهم الواحد 5 جنيه. عبد الخالق باشا ثروت كان واحد من أصدقاء عمر بيك لطفي المقربين. بص بقى دول المساهمين أصحاب الأسهم، وهتلاقي فيهم طلعت حرب، عشان كده لما الناس قالت لك اللي بنى مصر كان في الأصل أهلاوي، راحت على سكة طلعت حرب، انه رائد حركه تمصير الاقتصاد المصري اللي انشا بنك مصر واللي انشا شركات الاقطان واللي عمل كل جهوده التامين وكله كل الشركات الوطنيه الكبيره في الفتره ديت، كان طلعت حرب واحد من مؤسسي النادي الاهلي واوائل المكتتبين في تاسيسه. طيب عبد الخالق باشا ثروت واحد من اللي كانوا حضروا حفل التاسيس وبعد كده ترأس النادي، وهو شغل مقاعد وزارية في أكتر من وزارة وشكل الحكومة في أكتر من مرة، لكنه من مبادئ النادي الأهلي إنكار الذات وحفظ حقوق الآخرين. لما تلاقي مدرب دلوقتي بينسب لنفسه فضل مش بتاعه بتاع واحد تاني، اعرف إن ده سلوك مش أهلاوي. ولما تلاقي إداري بيدي لنفسه حق غيره هو اللي عمله، يعرف ان ده سلوك مش اهلاوي، فبيكون من المشوار حد دون الاشاره اليه، او بيسطو على راي حد تاني او على جهد حد تاني او ينسب حاجه لنفسه غيره هو اللي عملها، اعرف ان ده سلوك مش اهلاوي. لان السلوك الاهلاوي قالوا عبد الخالق باشا ثروت للناس اللي بتستغرب يعني ايه تقاليد الاهلي، يعني ايه مبادئ الاهلي، انكار الذات، حفظ حقوق الاخرين حتى في غيابهم. الاعتداء بالرموز. عمر بيك لطفي المؤسس العظيم توفى في 1911، يعني لم يهنأ بالفكرة وهي حية موجودة على الأرض إلا 4 سنين فقط. 1919 يعني بعد وفاته ب8 سنين، 6 فبراير 1919 الجمعية العمومية للنادي الأهلي بتجتمع، ورئيسها عبد الخالق باشا ثروت رئيس النادي هو اللي هيتكلم، وهيتكلم وعمر بيك لطفي مات من 8 سنين. فبص عظمة الناس وقيمة حفظ حقوق المؤسسين. بيقول عبد الخالق باشا ثروت وهو واقف في النادي للأعضاء: الآن وقد انتهينا من أعمال الجمعية العمومية، خلصنا يا جماعة،
فإني أنتهز هذه الفرصة لألقي على حضراتكم كلمة عن تاريخ هذا النادي 1919. فإن تفضلتم، بصوا بقى الأدب، فإن تفضلتم وسمحتم بذلك، لو سمح لي أتكلم، فإن أول ما ينطق به لساني في هذا الحديث هو اسم المرحوم عمر لطفي بك، ذلك لأنه الواضع لهذا النادي وصاحب الفكرة في تأسيسه. طيب دي معناه إيه؟ الحرص أولا من ناحية المبدأ، سيبك الشات بعمر لطفي. الحرص من ناحية المبدأ أن الأجيال رغم أن ما فاتش 7-8 سنين على إنشاء النادي، أيوه، لكن عايز الناس ما تنساش كيف أنشئ النادي الأهلي، عشان تفضل الفلسفة بتاعت إنشاؤه ماشية في شرايين الأجيال التالية. فابتدى أحكي لهم كيف أنشئ النادي الأهلي. وقف عبد الخالق باشا ثروت في قلب النادي قدام منه أعضاء النادي أعضاء الجمعية العمومية، بيقول لهم هتكلم على عمر لطفي لو سمحتولي. فبيقول كان المرحوم عمر بك لطفي وكيلا لمدرسة الحقوق، وكنت في ذلك العهد موظفا بوزارة الحقانية، فكنت معه بحكم وظيفتين في علاقة مستمرة، وكان رحمه الله على ما تعلمون كثير الاشتغال بأمور الشبيبة، كان مهتم قوي بالشباب عظيم الاهتمام بأحوالهم وبكل ما يعود عليهم بالفائدة. وحضرت ذات يوم وقال لي إنه كثيرا ما فكر في أحوال طلبة المدارس العليا وكيفية تمضيتهم لأوقات فراغهم وفي علاقات خريجيها بعضهم ببعض، فرأى أن بعضا من الطلبة يقضون أوقاتهم في المحال العمومية ليس لهم من أنواع الرياضة غير الجلوس في القهاوي، وأن البعض الآخر وهو من يرى الترفع عن ذلك يعتكف في منزله، وأن الطلبة بمجرد إتمام دراساتهم واشتغالهم بأمور معاشهم إذا ما تفرقوا في البلاد وبعدوا عن القاهرة انقطعت بينهم أسباب الألفة وأصبحوا غرباء بعضهم عن بعض. شكى إلي تلك الحال وما يترتب عليها من المضار الأدبية والمادية، وقال إنه يرى خير دواء لها تأسيس فناء في نقطة صحية خارج المدينة تكون منتدى لطلبة المدارس العليا ومتخرجيها يقضون فيه أوقات فراغهم ويتمرنون فيه على الألعاب الرياضية، ويكون للطلبة الذين قضى عليهم جهاد الحياة أن يكونوا خارج القاهرة واسطة في الاجتماع بإخوانهم المقيمين فيها كلما سنحت لهم فرصة العودة إليها. جهاد الحياة كانوا بيعتبروا اللي يجي من الأقاليم إلى القاهرة كأنه مسافر أستراليا ولا كندا مهاجر. بيقول عبد الخالق باشا ثروت لأعضاء الجمعية العمومية في الأهلي في 6 فبراير 1919 عن عمر لطفي: لم أتردد لحظة في الحكم بأن تحقيق هذه الفكرة هو خير ما نخدم به الشبيبة المصرية، ولكني لا أخفي عليكم أن أملي في نجاح المشروع كان أقل بكثير من تخوفي من عدم إمكانية تنفيذه أو من سقوط النادي بعد تأسيسه. كان خايف الفكرة ما يكملش. وعذري في هذا التخوف أني جربت في حكم هذا على قياس الحاضر بالغابر والمستقبل بالماضي، فكم من مشروعات وطنية قامت بضجة عظيمة وأقبل عليها الناس أيما إقبال، لكنها ما لبثت أن أخذت في التلاشي والفناء حتى أصبحت أثرا بعد عين. ولم أرد مع ذلك أن أثبط همته بمخاوف هذه، وقلت في نفسي لعل في هذه الحركة بركة، واتفقنا على العمل. فسعى رحمه الله حثيثا حتى وفق في تشكيل نقابة أخذت على عاتقها دفع المال لتأسيس النادي، وقد تأسس بالفعل. ده عمر، ده عبد الخالق باشا ثروت وهو بيتكلم لأعضاء الجمعية العمومية بعد 8 سنين من وفاة عمر لطفي اللي توفي في 14 نوفمبر 1911 في سكنه في شارع محمد علي. كان ساكن في شارع محمد علي تبع قسم الخليفة، وكان رائد الحركة التعاونية زي ما قلت لكم. ترك أيضا زوجته ونجلين هما محمد بك عمر لطفي ومحمد أفندي سعيد عمر لطفي، وكان وقتها رئيسا لنادي المدارس العليا، وقد طويت بوفاته صفحة من صفحات الحركة الوطنية المهمة في مصر. يعني حتى شوف التعليق، طويت بوفاته صفحة مهمة من صفحات الحركة الوطنية، وكأن الإنجازات التي تحمس لها هي جزء من العمل الوطني، وهي طلبة المدارس العليا والنادي الأهلي وإعداد الشباب من خلال طلبة المدارس والنادي الأهلي والنادي الأهلي. يعني شوف، بص، هو أنشأ النادي الأهلي ولم يترأسه،
يعني انما فكره ايه طويت صفحه من صفحات الحركه اذا النادي الاهلي هو لصيق الحركه الوطنيه ولن تطوى صفحات مش لصيقها هو طلع منه ولن تطوى صفحات ولن تطوى صفحاته باذن الله باذن الله ولاقي في وفاه عمر لطفي ينعيه مين امير الشعراء شوفوا بقى احمد شوقي بجلاله قدره امير الشعراء هو اللي بينعي عمر بك لطفي فبيقول له اليوم أصعد دون قبرك منبرا يا سيد النادي وحامل همه خلفته تحت الرزية موقرا شهد الأعادي كم سهرت لمجده وغدوت في طلب المزيد مشمرا ولبثت عن خوض الشبيبة زائدا حتى جزاك الله عنه الكوثرا شبان مصر حيال قبرك خشع لا يملكون سوى مدامعهم قرى شبان مصر إذن الهدف كان إيه؟ والله المستقبل والشباب والمجتمع أيوة. لما نقول ان في دور مجتمع يا جماعه لازم نتوقف ونصدق ونشتغل على ده انا بقول لك شوف المعنى ده ومعنى روزا اليوسف اللي بتقوله على المسؤوليه في المجتمع اربط يا استاذ ابراهيم اربط باللي بيعمله النادي الاهلي بالظبط بيقول امير الشعراء احمد شوقي لمؤسس النادي الاهلي شبان مصر حيال قبرك خشع لا يملكون سوى مدامعهم قرى هم حوالين قبرك ما عندهمش حل لان هم يبكوا عليك. أسواك من اهل المبادئ. ادي بقى الناس اللي بتتكلم على المبادئ، اللي بيتكلم على الاهلي والمبادئ امير الشعراء احمد شوقي عن عمر بيك لطفي وهو بينعيه. تخيلوا بصوا النبت بصوا جوده البذره ونقاء الفكره. بيقول له أسواك من اهل المبادئ من دعا للجد او جمع القلوب النفره. بص اللي جمعت القلوب المتنافرة دي كلها وألفت بينهم على هذا المبدأ في هذا الأهلي ده أمير الشعراء عن هذا الرائد المؤسس العظيم عمر بيك لطفي في أجمل من كده هو يعني أنا يعني سعيد بأن احنا كنا في هذه اللحظة مركزين هذا التركيز أن احنا نبرز هذه الشخصية بدروسها بأهدافها لأن تاريخ النادي الأهلي يجب أن يعرض بشكل لائق الناس ما تقدرش تلعب في هذا التاريخ وتعلم جيدا أن ده صرح اجتماعي يحافظ على قيم المجتمع وإنتاج وإفراز للمرة المليون لازم تتقال الإنسان السوي الوطني المحب لبلده في أحسن صورة ولما أمير الشعراء أحمد شوقي يقول على رئيس أو مؤسس النادي الأهلي وصاحب الفكرة شبان مصر كل المصر شبان مصر هم اللي حواليك فيكتب فكري باشا أباظة قوم يا أهلي شوف ولادك والبنود نسمعها ونرجع نشوف محاولة الفتنة بين الأهلي وأبناء مجتمعه بحضراتكم من جديد شفتوا طبيعة تأسيس النادي الأهلي وشفتوا مؤسسين النادي الأهلي إزاي كانوا حريصين على فكرة جمع الشبان فكرة شبيبة مصر كلها إزاي يكونوا متوحدين وإزاي النادي الأهلي من البداية عنده هذا الدور المسؤول فيه عن مجتمعه وعن الرابط والترابط مع كل أبناء المجتمع كله عشان كده بعد 112 سنة وخلال السنين العقود علاقة الأهلي بالإسماعيلي يرغب البعض في أنها تفضل دايما وأبدا على سطح ساخن مش عايز لمصالحهم الشخصية والله لمصالحهم مصالحهم اللي بيكشفها الفيلسوف الفرنسي الكبير جان بول سارتر بيقولك الجحيم هو الآخرون يعني المشكلة مش في أنا وأنت المشكلة في الآخرين طبعا أنا وأنت نقدر نتصافى مهما اختلفنا هنتكلم لكن الآخر وأي علاقة هيجدها في الآخرين هيجد ان العلاقه علاقه سليمه ومبنيه على تبادل المصالح السليمه بالزبط. وان الاخرين هم اللي بيستفيدوا منهم وبيستنزفوه فباستمرار فيه نفخ في هذه المساله الاهلي كان بيلعب مباراه ناشئين الاسبوع اللي فات في الاسماعيليه فريق الشباب عمرو انور حدثت مشاكل وكانه رساله التوتر الناس بتصدرها للشباب الصغير كمان لكن يبقى في فيديو امبارح كابتن احمد سمير فرج
واحد من لاعبين اهلاويه كثر انتقلوا من الاهلي للاسماعيلي. بالمناسبه عدد اللي راح للاهلي للاسماعيلي من الاهلي اكتر بكتير من اللي جه من الاسماعيلي للاهلي. والزمالك اخذ من الاسماعيلي عدد اكتر، وهنيجي لكل ده بالارقام والاسماء. بس امبارح استوقفنا الكابتن احمد سمير فرج في فيديو فيه مغالطات غريبه جدا. هو واحد بنحترمه ومنقدره كلاعب مؤكد، بالمناسبه هو ابن من ابناء النادي الاهلي، تربى في مدرسه الكره في النادي الاهلي لسنوات طويله واحترف ورجع وجه ومشي. لا دي قصه احتراف يعني لازم تتقال، لان يعني هو كان يعني بس كمل وبعدين نبقى نحكيها يعني. فامبارح له فيديو مهم وهو في قناه تايم سبورت. ركزوا على اول جمله قالها له الزميل كريم خطاب. اول كلمه، لانه بناء عليها تسمعوا التفاصيل التاريخيه الغريبه. نسمع فيديو. قررت انك تاخد قرار مختلف اعتقد 2012 بالظبط، ساعه المشكله بتاعت بورسعيد لما حصلت والكوره وقفت. حلو، انت بقى وقتها كنت بتفكر ازاي؟ كنت عايز تعمل ايه؟ هقول لك على مفاجاه اول مره اقولها، يعني ممكن دي تبقى مفاجاه كبيره جدا. عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره في الفتره دي، كلمنا انا وعبد الله السعيد. حلو. ورحنا قعدنا معاه في فندق مش هقول اسم يعني، ماشي. في فندق في القاهره. ماشي. وكان مكلف من الكابتن خطيب. كان فاضل لنا 6 شهور في عقدنا، لا كان فاضل سنه في العقد. ماشي. وقعد معانا يا جماعه، وانا يعني بما اني راجل اهلاوي وانا اتمنى ان انتوا تكونوا موجودين في النادي الاهلي، والنادي الاهلي مفوضني بس بشكل غير رسمي ان انا اشوفه. اتكلم معاه. فدخلنا الاوضه بصراحه لقينا طبق فاكهه كده يا كريم. انا كنت همضي في الاهلي عشان طبق الفاكهه ده بصراحه يعني. فدخلنا ابتديت اشك في لو قلت فاكهه يبقى مين؟ انت عرفت مين. صح. هنقول طبعا احتراما ليه يعني. ليه بس عادي ما فيهاش حاجه. فدخلنا الاوضه وكلمنا، والنادي الاهلي عنده رغبه كبيره. ففي الفتره دي بقى زي ما بقول لك كده، ده اللي حصل. المهندس ماجد سامي كلمني. ماشي. للامانه برضو عشان اكون فير يعني، محمد عبد الواحد. رجعني الاول لطبق الفاكهه الاول. لا خلاص، ما احنا هما خدوا الموافقه المبدئيه. واتكلموا في ارقام وتاخدوا. هو الراجل اللي قاعد معاكوا ده انت وعبد الله. خدوا منك الموافقه المبدئيه ان احنا هنروح والارقام والحاجات دي وكده. وخلاص عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره. يعني هو عايز تعرف قبل قصه احترافه منبته ومنشاه. لا قبل قصه احترافه، انا ليه بقول لكم ركزوا على اول كلمه قالها احمد سمير فرج وقالها الزميل كريم خطاب، انه ده ساعه احداث بورسعيد. اول ما حصلت مجزره بورسعيد والكره وقفت، بيقول الاهلي كان عايز لو يضمني انا وعبد الله السعيد. ولما كمل الفيديو الحقيقه قال اسم الكابتن حازم الهواري، قالوا صراحة بالاسم، وانه كان عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة. والرسالة المبطنة اللي كان عايز يقولها هو والزميل، انه الهدف انه اتحاد الكرة او المسؤولين على اتحاد الكرة بيتدخلوا في تسيير الصفقات للاهلي. الكلام اتكرر، ولو كان في متسع من الوقت كنت اسمعوا الفيديو على اخره. ما انا في الحتة دي. لا انا بعد بس ما تقول لازم هقول حاجه برضو ليه علاقه واهميتها ايه. طيب رقم واحد، الكلام بتاع احمد سمير فرج انه ده بعد احداث بورسعيد وتوقف الكره في 2012. حادثه بورسعيد حدثت في 1 فبراير 2012. بالمناسبه يا كابتن عبد الله السعيد اللي انت وقتها كان معاك وحازم الهواري كان عايز يجيبكم انتوا الاثنين للاهلي، عبد الله السعيد كان في الاهلي بقاله 6 شهور، بل كان في الملعب في تشكيله الاهلي في مباراه المجزره. تخيلوا، كان في التشكيل الاساسي للاهلي في الملعب في هذه المباراه. عبد الله مضى للاهلي رسميا واعلن ده في 14 سبتمبر 2011. 14 سبتمبر 2011، والحادثه 1 فبراير 2012. متخيلين؟ ده بالنسبة لعبد الله السعيد، معرفش كان حازم الهواري هيجيبه للأهلي وهو في الأهلي إزاي؟ خد التانية وخد الكبيرة على رأي صديقك. الحادثة حصلت من هنا
يوم 1 فبراير، 2 فبراير حازم الهواري مش موجود في اتحاد الكوره، لان هو ضمن مجلس الكابتن سمير زاهر الله يرحمه تم حل المجلس في 2 فبراير تاني يوم للحادثه مباشره، وتم تكليف الكابتن انور صالح باداره الاتحاد، وبعد كده تم تشكيل لجنه برئاسه الكابتن عصام عبد المنعم، وفضلت مكمله لغايه لما اتعملت انتخابات جه فاز بيها الاستاذ جمال علام. حازم الهواري بره الموضوع ده كله، كان ازاي عضو في مجلس اداره الاتحاد هجيب عبد الله السعيد لاعب الاهلي للاهلي؟ طب ما يمكن مش عبد الله السعيد، يمكن حد تاني بس اختلطت عليك الاسماء يا كابتن احمد. الثالثه انه ابريل 2012 يعني بقى قاعد الحادثه بشهرين اتنين، احمد سمير راح ليرز البلجيكي، راح ليرز البلجيكي ما اعرفش ايه طبق الفاكهه، لا اهلي ولا زمالك، لا اهلي ولا زمالك ولا مصري ولا حدوته. ده الاعلان الرسمي في موقع الاسماعيلي، في موقع صدى البلد كمان، 2 ابريل 2012، واعلن في كل المواقع بعد كده عن انتقاله الرسمي لليرز البلجيكي في خلال هذه الفتره وتوقف الدوري. احنا بنقول ده ليه؟ لانه رقم واحد الرساله السلبيه اللي بتتمرر من خلال الكلمتين دول انه المشكله الحقيقيه انه اتحاد الكوره بيجامل الاهلي وبيتدخل مسؤول الاتحاد لابرام صفقات الاهلي، ولا الاهلي موجود. طيب اصلك انت لازم، هو الاهلي كان عايز احمد سمير فرج من بعد خروجه من النادي الاهلي الى نادي سوشور فرنسي، واللي كان على يدي بالمناسبه يعني كلاعب موهوب وكان في سنه كان لاعب مميز جدا جدا، وكانت كل الناس متنبأ له مستقبل باهر. جاله عرض من نادي سوشو الفرنسي، وجالي هو والده في المكتب، والمفروض ان الوكيل بتاعه الاستاذ المحترم جدا عبد المنعم الصاوي. وجاء المندوب الفرنسي عن نادي سوشو، وخلصنا كل، اولا كان في اصرار، انا حاولت اقول له بدري مبكره استنى، كان في اصرار فرصه مش هتيجي تاني. وكتبنا في العقد ان هو لو رجع مصر هيرجع النادي الاهلي. ايوه في الاتفاق. ايوه بعد ما خلص الاتفاق اللي يخص النادي الاهلي سؤال قدام المندوب الفرنسي في وجود والده، قلت له هو انت خدت حقوقك؟ انا مش شايف معاك حد بيمثلك، انت عقدك مطمن له؟ خدت حقوقك؟ فرد المندوب الفرنسي كل حاجه متفق عليها، فسكت سمير. قلت له مين الوكيل بتاعك؟ قال لي رساد عبد المنعم الصاوي. طلبت عبد المنعم الصاوي، طلع انه كان في البطوله سكواش في الغردقه بينظم للاهرام. قلت له احمد سمير عندي في مكتبي، انت اتفقت له على ايه ولا ايه؟ قال لي البركه فيك، ها و و و و و و احنا اتفقنا على 1 2 3 والبركه فيك. انا اصريت انه ما يخرجش من المكتب الا لو معاه نسخه ممضيه بهذه الحقوق من الجانب الفرنسي. كان ممكن اقول له انا ماليش دعوه، لكن ولادنا ولادنا. وخرج واحترف ورجع. يعني ليه بحكي لك القصه دي؟ لو نادي الاهلي عايزه لا محتاج لحازم الهواري ولا محتاج لاي حد. كان يقدر يسترده. ايوه. في الوقت ده كان في حسابات اخرى ولاعيبه اخرى جت والدنيا اتزحمت عندنا في المكان ده. فخلاص هو مش في حسابات الاهلي الفنيه. بدليل ان هو زي ما انت كاتب كده راح ليرز البلجيكي. اما اتحاد الكره حازم الهواري يتحشر بمناسبه ايه؟ والكابتن خطيب يكلفه ليه؟ وطبق فاكهه ليه؟ لا ممكن بصفه شخصيه كراجل بيحب الاهلي بتاع بيستقبل اللعيبه بتاع، زي الاستاذ محمد عبد الوهاب كده، ما جاله فتره كان مهتم ان هو يعني يساعد يساعد، يقعد مع اللعيبه يتواصل معاه.
لكن في اجهزه في النادي الاهلي كانت هي اللي بتعمل الكلام ده، بدليل ان الكابتن عبد الله السعيد كان بمفاوضات مباشره هذه المره، وكنت انا حريص انها تتم بالرئيس نادي الاسماعيلي والكابتن الخطيب. ويوم ما مضى الكابتن عبد الله السعيد كان الكابتن الخطيب والكابتن السيد عبد الحفيظ موجودين في المغرب في مهمه. وكنت انا بعد ملك وكتابه روحت وجولي على البيت. وش ملك وكتابه كان حلو في كذا صفقه. وانت قعدت تنكش وأنا. لا ده هو انت مش متعرفش، ده كان في برنامج في قناه الاهلي بيستضيف الاستاذ محمد شيحه بيقول اقترب من الزمالك واقترب فطبعا تم الموضوع زي ما انت بتقول في وقت مبكر في 2011، مش في 2012 ولا 14 سبتمبر 2011. 2011 ويوميها كان هو قبل الحادثه بخمس شهور، يوميها بالذات مضى العقود، وبعد المكالمه التليفونيه وخلصنا كل حاجه مضى العقود وقال لي انا رايح المستشفى انتظر مولودي. يوميها يعني. ايوه والحمد لله ربنا رزقه وكرمه. فادي عبد الله سعيد، ايه بقى اقحام الناس وربطها بعبد الله سعيد والكابتن احمد سمير؟ ده كابتن احمد سمير فرج في الحلقه دي اتكلم على ماتش طلاع الجيش والاهلي. وقال ان الكوره الحكم صفر فاول على ابو تريكه بعدين حسبها جول. الناس ليه مصره ان الماتش ده خلص 2-1؟ الماتش ده خلص 3-1. الماتش ده خلص 3-1. فمحدش يتكلم ان ريشه كان بجانب. وفي المباراه نفسها وفي المباراه في احداث كان يقدر يدينا ضربه جزاء مؤكده ما ادهلناش. لو يعني وفي نفس الموسم بقى مذبحه الحكم الاسماعيلاوي اللي اسمه عباس سيد فتحي حسب ضربه جزاء وهميه في ماتش الشرطه والاهلي وحسب ولغى او ما احتسبش لغى جون بدعوى الاوفسايد بتاع فلافيو وما احتسبش ضربتين جزاء ولا اوضح وطلع يتفاخر بيهم ولا لابس فانيلا صفرا في برنامج بعديها بشهر اسماعيلاوي اسماعيلاوي في مودرن سبورت وقتها قاعد في وسط الجمهور. طب ما كان من باب اولى بقى. وبعدين برضو قالوا له وانت في الماتش الاخراني مع المقاصه اظن الجون وسب على المدافع والمكسب. عايز اقول حاجه، هو الاتحاد الكره لو كان عايز يهدي الدوري للنادي الاهلي والاهلي متقدم 7 بونت كان يأزم له الماتشات بتاعته ويخسروا اكتر من الماتش، كان لازم يكسبهم وبعدين يبتدي يجامله. ليه؟ طب ما كان من الاول خلاص. لكن صناعه الفتنه بتبقى ممنهجه وسهله. واكبر حاجه بيضخوا بيها في ماكينه صناعه الفتنه انتقالات اللاعبين. الزمالك يضم اي حد من الاسماعيلي بيدعم صفوفه، ده احتراف. الاهلي يضم حد، الاهلي خطف وبيفرغ وبيضعف قوه الاسماعيلي. ده اللي حاصل. العجيبه ما حدش بيتوقف ولا يراجع نفسه ازاء هذا التناقض يعني. كابتن مدحت شلبي حاول مؤخرا ان هو يلطف الاجواء بين جمهور الزمالك وجمهور الاسماعيلي، يشكر على ده. بس على جمهور الاسماعيلي الغاضب من الزمالك عشان انتقال محمد عواد. اتكلم الكابتن مدحت ونشوف. يعني على فكره انا عايز اقول بس كلمتين في المنطقه دي. اولا محمد عواد تم شراؤه بمبلغ 60 مليون جنيه مصري دفعت عدا ونقدا للنادي الاسماعيلي. انا بتكلم بقى جمهور الاسماعيليه العظيم دفع فيه رقم عظيم وكبير، 60 مليون جنيه استفاد بيها النادي الاسماعيلي ودخلت خزينه النادي الاسماعيلي. هذا امر. الامر الاخر انه لابد ان الجماهير تفهم دلوقتي اننا اصبحنا في عصر غير العصر. خلاص مسألة الفانيلا والبتاع والحكاية والرواية غير هلا على الفانيلا، ده موضوع تاني. لكن بتكلم بقى على فانيلة النادي والحكاية والرواية، لا
النهارده بقى في نوع من انواع الاحترافيه، ان انديه بتكبر لعبتها وبتبيعها عشان تاخد ميزانيه كويسه عشان تصرف عليها. ممكن جدا النادي الاسماعيلي في وقت من الاوقات ما عندوش ميزانيه يقدر يصرف بيها ابراهيم بيه عثمان على الفرقه، بيبيع لاعب او اتنين مميزين وبتكون نتيجه ان هو بيستفيد. ارجو من جمهور النادي الاسماعيلي الكبير العريق العظيم ان هو يتفهم هذا الامر، وانه لابد ان اداره ناديه بتتصرف وفق رؤيتها الاقتصاديه، ومفيش حد بياخد لعيب ببلاش، في النهايه الفلوس بتدفع عدا ونقدا والانديه بتستفيد. اتمنى جمهور الاسماعيلي، عملنا هذه الفقره وهذه المداخله الحقيقه عشان نطيب خاطر جمهور الاسماعيلي من جانب، ومن جانب اخر نفهمه ونوعيه ان كره القدم ما اصبحتش بالنظرات القديمه، ولكن كره القدم النهارده هي احترافيه وهي اقتصاد كوميرشال، والانديه بتجيب وبتربي وبتكبر وبتبيع وهكذا عشان الانديه تستفيد وتقدر تصرف على فرقها. هذا هو الامر. وبعدين منهم 40 مليون جنيه كاش للنادي الاسماعيلي، بالاضافه 2 لعيبه كل واحد قيمته 10 مليون جنيه. يعني الولد ما راحش ببلاش، والنادي الاسماعيلي ما خسرش لاعب ببلاش، لا ده دخل خزينته 40 مليون و2 لعيبه قيمتهم ما يوازي ال 20 مليون جنيه. اذا لا داعي اطلاقا لمثل هذه الامور، ونتمنى من جمهور الاسماعيلي يتفهم اللي انا بقوله. ودايما ان شاء الله الاسماعيلي ولاد، ومش اول ولا اخر مره لاعب بيطلع، ده انت تلات ارباع فرقتك راحت النادي الاهلي مثلا لكن ما راحتش ببلاش برضه، وهكذا هو الامر. يعني انما الكابتن مدحت ما عداش على خير، يعني هو بيدافع عن علاقه الزمالك والاسماعيلي جميل ويحمد، لكن لازم يلقح كلمتين عن النادي الاهلي. ثلاث ارباع فرقتك راحت النادي الاهلي، طب عايزين نشوف عدد اللعيبه اللي راحت الاهلي وعدد اللعيبه اللي راحت الزمالك والعكس، لو سمحت انت عامل احصائيه. بصوا في المنطقه دي اللي انتقلوا من الاهلي للاسماعيلي اكتر من اللي جم من الاسماعيلي للاهلي، واكتر بكتير من اللي الزمالك اداهم للاسماعيلي كتير. يمكن الاسماعيلي اكتر نادي خد منه لعيبه النادي الاهلي، والمفارقه ولاعيبه مؤثره جدا. اول حاجه لعيبه مؤثره كتير منهم دوليين، الغالبيه بقى من ابناء مدرسه الكره في الاهلي، يعني ما عدوش على الاهلي شهرين جابهم من اي نادي تاني وانتقلوا محطه انتقاليه. لا، عدد كبير من اللعيبه المؤثره اللي راحت للنادي الاسماعيلي من ابناء مدرسه الكره في الاهلي، سواء انتقال مباشر من الاهلي او انتقال عبر محطات اخرى، ودي غالب محطات الانتقال بالنسبه لبين الاهلي والاسماعيلي. هقول لك على سبيل المثال للحصره يا باشمهندس. الاسماعيلي ضم عصام الحضري حارس الاهلي التاريخي جاي من سيون السويسري بعد واقعه شهيره جدا كلكم فاكرينها وعارفينها. كان في ظل الخلاف. ولو الاهلي عمل دي كانت سجلت عليه بونت سلبي، وكانت كل الاعلام دلوقتي بيعاير الاهلي ازاي خدت لاعب من نادي اخر بينه وبينه منه مشكله. هربان. ما هو ده بيتعمل دلوقتي. وده اللي بيتقال بيه دلوقتي. في موضوع كهرباء. بالظبط، في موضوع كهرباء. طيب. والزمالك والاسماعيلي خدوا الكابتن عصام في ظل المشكله. انتوا الاثنين خدتوا عصام الحضري وبينه وبين الاهلي المشكله الكبيره. الاسماعيلي خد من الاهلي عبر محطات اخرى ابراهيم سعيد، هاني سعيد، احمد سمير فرج، كلها اسماء دوليه ومن ابناء مدرسه الكوره في الاهلي. خد احمد صديق، خد محمد فضل، خد احمد سامي، قبل كده اسامه عباس، شادي محمد كابتن الاهلي، احمد رجب، سامي قمصان، مجدي طلبه، محمد شرف، محمد جوده، احمد ابو مسلم، احمد العش، عفروتو، كريم بامبو، اخرهم اولهم عارف مين؟ الكابتن الكبير محمود جابر. محمود جابر ولد عمر جابر. مش ممكن. وريعوا زمان، وريعوا وريع ده خد ده ريعوا لما راح لهم خدوا بطوله دوري وافريقي. الدوري وافريقي. دوري افريقي. يعني ولما خدوا الدوري وافريقيا وهم بيلعبوا افريقيا خدوا الكابتن هاني مصطفى لعب معاه. صحيح. هيتقال لك لا، ما احنا ما خدناش عصام الحضري من الاهلي، وما خدناش ابراهيم سعيد من الاهلي، وما خدناش محمد جوده ولا ابراهيم ولا هاني سعيد من الاهلي. طيب هو ايه الفرق؟ ايه الفرق بين ان انا احمد سمير فرج يروح سوشول فرنسي
والاسماعيلي يجيبه. لا جودة بقى، طب احمد فتحي يروح شيفيلد يونايتد جودة ولا يجيبه جودة. كان الاهلي بعته تركيا، وكان في بند في عقده لو ما كملش او بعد انتهاء العقد يرجع النادي الاهلي. هم راح خدوه من تركيا على طول هناك بالزبط. ما عملش مشكله النادي الاهلي. طيب الاسماعيلي ضم دول عبر محطات اخرى. الاسماعيلي باع محمد بركات الزئبقي، باعه بصفقه كبيره لاهلي جده، اهلي جده باعه للعرب القطري، العرب القطري حب يبيعه النادي الاهلي، دخل الزمالك تردد وما رضيش، وساعتها قال لك مش عارف عنده غده درقيه، وقالوا فيه اللي قالوا. الاهلي اشترى بركات، يبقى بياخده من الاسماعيلي؟ يعني انتم متخيلين بعد كل ده الاهلي فرغ الاسماعيلي من بركات؟ زي ما الاسماعيلي بيع عماد النحاس للنصر السعودي والنصر السعودي يرغب في بيعه فالاهلي يشتريه، يبقى الاهلي هو اللي فرغه، فرغ الاسماعيلي. الاسماعيلي يبيع سيد معوض لنادي تركي، الاهلي يروح يضمه. يبيع احمد فتحي لشيفيلد يونايتد الانجليزي، الاهلي يروح يجيبه، يبقى الاهلي هو اللي خده من الاسماعيلي. كابتن احمد حسن تركي اسلام الشاطر تركيا بلجيكا اهلي، يبقى خده من الاسماعيلي. طب احمد حسن قضى فتره احتراف سنين طويله بره 11 سنه اما يجيبوا الاهلي. طب ما هاني سعيد بنفس المنطق، ما هاني سعيد هرب من الاهلي وهو في منتخب الشباب او الناشئين في 97 لعب كاس العالم وهرب راح ايطاليا، قضى فتره طويله في باري الايطالي وتنقل في كذا نادي، بعد 10 12 سنه اما يجي ويروح الزمالك ويروح الاسماعيلي، ما هو نفس منطق احمد حسن. احنا بنتكلم بالمنطق والموضوعيه. وهكذا احمد سمير فرج، وهكذا محمد فضل، وهكذا لا لا محمد النموذج الصارخ بقى اللي بيحسبوه باستمرار كابتن اسلام الشاطر. اسلام الشاطر الاهلي كان عايزه، الزمالك عايزه، فضغط ده عرض الاهلي. انا ده اسلام ساعتها طلب مني اوصل لك رساله، لانه انا فاكر القصه بالظبط. الاهلي مقدم عرض اعلى من عرض الاسماعيلي، اعلى من عرض الزمالك. راح المندوب الحسيني امين صندوق الزمالك للاسماعيليه، فابراهيم عثمان او المهندس ابراهيم عثمان قال لاسلام اجبر لي بالفرق ده، انا بشتري راحه جمهور الاسماعيلي. عرض الاهلي اكبر، قال لك انا مضحي بالفرق ده عشان جمهور الاسماعيلي وانه يروح الزمالك. اسلام الشاطر ساعتها قال لي، قول للمهندس عدلي، اعتقد ابن خالته ولا ابن عمته المحامي اللي كتب العقد اسامه رشاد، حط بند. هم كلموني وهم راجعين، قال لك لو عايزه يقدر يفسخ. كان مديني ميعاد ان يجوا لي، انا كان عندي برد وقاعد في البيت، وكان المفروض يجوا يمضوا الساعه 8. الساعه 9 طلبوني قالوا لي احنا رايحين الاسماعيلي، قلت لهم الموضوع يعني باظ، قالوا لي لا لا اكدوا. واحده بالليل وهم راجعين قالوا لي لو انت عايز اسلام بكره الصبح يبقى عندك، احنا حطينا في العقد. قلت لهم لا، ما دام خلاص انتوا اخترتوا كده ها يبقى يكمل تجربته. طيب اسلام بقى حط في عقده ايه؟ شرط جزائي. فوجئ فوجئ انه لما راح الزمالك ان الزمالك مش عايزه وبعته اتحاد جده. ايوه. فرجع دفع الشرط الجزائي وجه على الاهلي. طيب ده اللي حصل. طب هو الزمالك يعني انتوا شفتوا كل الاسماء ديت، اكتر اسماء راحت للاسماعيلي كانت من الاهلي. طب والزمالك خد لعيبه كتير، يعني ما خد رضا سيكا، وخد اسلام الشاطر، وخد هاني سعيد، وخد عصام الحاضر، وخد محمد عبد الله، وخد احمد سمير فرج نفسه، وخد احمد علي، وخد صالح موسى، وخد عمر جمال، وخد باهر المحمدي وسابه، وخد ابراهيم حسن كان ابرز اللعيبه في وقته، وخد كريم بامبو السنه دي، وخد شوقي السعيد، وخد محمد عواد. مش كل دول لعيبه الاسماعيلي الزمالك خدها من الاسماعيلي؟ عمر الاهلي طلع قال الزمالك بيفرغ الاسماعيلي؟ ولا الاهلي اتكى في المنطقه دي خالص ولا اتكلم فيها؟ لكن اللعيبه نفسها عارفه ده. وانا نفس المنطق اللي الكابتن مدحت شلبي قاله يعتمد على كل الاطراف العلاقه. اشمعنى الاهلي لما بيضم من الاسماعيلي بيتم تغذيه هذا الخلاف؟ ساعات الكابتن مدحت شلبي يعني لما جه الكابتن عصام مشي من الاهلي دافع عن حقه في الاحتراف. لما راح بعديها ما كملش في سيون ورجع من سيون على الاسماعيلي ها، وبعدين حصل مشكله بينه بالاسماعيلي، هاجم الكابتن عصام الحضري وقال له لا كده بقى ما ينفعش، وانا اللي هقف لك، انت ماضي عقد ولازم تحترم عقدك. ايوه لدرجه ان انا طلعت
معاه قلت له انا عاجبني دفاعك عن سلامه العقود وبتاع، بس ده ما كانش موقفك كل لاعب في النادي الاهلي بالظبط. لكن في لعيبه بتدرك ده كويس. محمد صبحي حارس الاسماعيلي الكبير اتكلم باستفاضه وبوضوح عن حقيقه خطف الاهلي لعيبه الاسماعيلي وازاي جماهير الاسماعيلي متسرب لها الانطباع ده. الاهلي صنع انجازاته بتاعت الألفية الجديدة من خلال الإسماعيلي زي ما بيقول جمهور الإسماعيلي؟ لا هو بص انت بيبقى انت سلعة كإسماعيلي زي ما زي اي لعيب دلوقتي في الدوري الممتاز بالنادي الأهلي بيفاوضه. هو النادي الإسماعيلي مش انت برضه هقول للنادي الإسماعيلي انت جمهورك يعني انت مضحوك عليك يعني المشكلة لما بيع للأهلي المشكلة لما انا بيع للأهلي المشكلة لما انا ابيع صبحي، المشكلة لما انا ابيع حسني، المشكلة اللي انا ابيع حتحوت بس انا اعرف اجيب البديل كويس. انت ليه مصور لجمهور النادي الاسماعيلي والنادي الاهلي دول اعداء وحرب؟ اللي النادي الاسماعيلي هو او النادي الاهلي ده عدوك. بالعكس ده جمهور محترم، جمهور عايز ياخد بطولات، انت لازم تطمع في ده. انت تبقى زيه، انت ما تزعلش. انت لازم تبقى زيه، هو نادي بيدور على بطولات عشان جماهيره. بيدور هو يلعب في بطولة افريقيا وانت بشوف انت بتدور على ايه؟ انت بتدور ان انت تكسب النادي الاهلي بس. طيب ما هو يعني والله كلام عاقل جدا وبتلك الناس تتدبروا يعني. حتى حسني عبد ربه القيصر كابتن الاسماعيلي لا انا عايز اقول حاجه بسرعه بقى. في الوقت ده الاهلي دائما كان يحترم رغبات الجماهير. يعني عملها مع كابتن رضا لما لقى ان هيحصل يعني جرح عند الجماهير جامد جدا واعاد كابتن رضا الى الاسماعيلي، عملها مع حمزه الجمل كابتن حمزه الجمل، عملها مع الكابتن حسني عبد ربه. في كل مره كان في اصرار من اللاعب انه يرجع ناديه الاهلي وعملها مع الزمالك نفسه كتير في شيكابالا والاباني والشير التابعي. طيب حسني عبد ربه القيصر في تصريح له لليوم السابع اتهام الاهلي بخطف نجوم الاسماعيلي باطل، وقال اليوم السابع ان حسني عبد ربه اكد بعد اعلان اعتزاله ان خطف الاهلي لنجوم الدراويش يعد اتهاما باطلا للقلعه الحمراء. وقال القيصر معلقا على الامر في تصريحات خاصه لليوم السابع: هذا الاتهام نغم رددتها ادارات الاسماعيلي المتعاقبه للتغطيه على الفشل الذريع في الحفاظ على النجوم عن طريق تصدير الاتهامات للاخرين دون البحث عن اسباب الفشل الداخلي، وما فيش حاجه اسمها خطف كل لاعب اضرب ظروفه. مش بس المنطقه ديت، حتى المنطقه التاريخيه وكابتن سدى بازوكا قال هذا الكلام، حتى المنطقه التاريخيه في جزئيه قصه التهجير وانه لعيبه الاسماعيلي في فتره التهجير لما جم القاهره قال ايه الاهلي رفض استقبالهم وتدريبهم رغم انه كانت معسكرات الاسماعيليه معموله في مركز شباب الجزيرة لكانوا محتاجين لدا ولا لدا. سيد بازوكا الكابتن الكبير رد أيضا على هذه الكذبة التاريخية: بعد العدوان. عشان كده أنا بقول لك أنا قعدت في نادي الأهلي سنة. أنا قعدت من 67 68 في النادي الأهلي. تاريخ إن الزمالك هو اللي استضافنا وإن الأهلي رفضنا. لا الأهلي ما رفضش. أنا برضو الأهلي. عاوز أقول للناس ومن خلالك هاني يعني بامانه انا بامانه من غير تجميل القصه، في ناس بتتكلم دايما الاهلي عمرنا ما طلبنا منه اننا نعسكر عندهم. انا بقول لك انا قعدت سنه مع الاهلي العب دوري داخلي معاهم وكنت زي واحد منهم يعني. بالعكس نادي الاهلي ما عمره ما رفض الاسماعيلي، لكن الاهلي ما رفضش. لا 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 ما رفضش استضافه الاسماعيلي لا 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 باي شكل من الاشكال ولا رفض في اي حاجه. لازم الناس تعرف انه لعيب واحد في نادي الاسماعيلي اللي نادي الاسماعيلي اشتراه، نادي الاهلي اشتراه من الاسماعيلي اللي هو مين؟ اللي هو شيف عبد الفضيل. وبستة مليون. سبعة مليون ولعيب. سبعة مليون واحمد صديق. وكابتن احمد صديق كان برضو له رغبة يعني انه ياخد فرص، فاقترحنا عليهم عشان الصفقة تتم بدون ما نأثر على يعني. خدنا المدافع ودينا له المدافع هم محتاجينه ولعب معاهم كل الماتشات. فين الأزمة هنا؟ وخدوا فلوس. زي ما أنت بتقول يا كابتن مدحت كده، قول برضو الأهلي كان بيدي فلوس. ما كانش فلوس وقتها كتيرة. وكل حاجة بالقياس لتوقيتها الزمني. يعني بس هو نكمل الصورة عند الناس عشان تفهم. وكابتن فاروق جعفر برضو من الكباتن الكبار نجم نادي الزمالك الكبير
لما اتكلم عن قيمة الأهلي قامة القيامة، وكأنه بالقياس أو بجملة النفاق العام، وأنا ما زلت مصمم إن هي جملة نفاق عام. اللي عايز يقول كلمة في حق الأهلي حلوة لازم يتبعها بكلمة في الزمالك، واللي عايز يلوم الزمالك في حاجة لازم يلوم الأهلي، مع إنه ممكن السياق لا ده يستحق اللوم ولا ده يستحق الإشادة، كل في حجمه وكل في وضعيته. بس الناس ملوك العصاية من الوسط دايما بيبحثوا عن كده. فاروق جعفر الراجل ما كانش كده خالص، لما قال رأيه في النادي الأهلي صراحة على حجم شعبية الأهلي اللي المفروض مش محتاجة لا قياس ولا خلاف، الناس انتقدته فكان له تعليق. كابتن فاروق جعفر قال إن أحسن حاجة كان عملها مؤمن زكريا إن هو راح للنادي الأهلي، وإن اللي بيروح النادي الأهلي أمه دعياله، وإن النادي الأهلي بيوفر للعيبة المساحة والاستقرار إنه يقدروا يبدعوا. فكتير كابتن فاروق هجموا حضرتك من الزملكاويه تحديدا، وشايفين ان التصريح ده يعني اذاهم، وان ما ينفعش كابتن فاروق يقول كده، وان كابتن فاروق هو اللي بيجيب اللعيبه لنادي الزمالك، فازاي هيقول كده. فبرضه انا بقول بدي لحضرتك المساحه ان انت تتكلم وتوضح الجزئيه دي. اولا متشكرين يا ابراهيم. انا بس الموضوع انا كنت انا وعفيفي قاعدين، وانت قلت لنا ان مؤمن زكريا جاي له عقد في احدى الدول العربيه، فتاكد النهارده من الامارات جاي له عرض من الامارات. فانا قلت يعني مؤمن لعيب كويس وعامل شغل مع النادي الاهلي بشكل كويس جدا، وهو بيلعب هيلاقي نادي اكبر من النادي الاهلي فين. ده كان وجهه نظري يعني، عشان ما يسافرش يعني. كان وجهه نظري ان هو ما يسافرش. طب ده اللي بيلعب في النادي الاهلي بتبقى امه داعياله يعني، حتى ما كنتش عايز اقول امه داعياله دي يعني، قلتها كده. يعني مش ما تقللش ابدا من ولاء من الانتماء للنادي الزمالك او لاي يعني. اي لعيب ما بيحب يعمل طفره او يتنقل نقله لازم يروح مش العمليه ماديه، العمليه بتبقى انت بتحس بكيانك، وان انت بتتنقل نقله تانية، انت بتعمل طفره لنفسك، لبلدك، لتاريخك، لطموحاتك. فانا كان ده كان هدفي. فانا بقول له ما فيش نادي اكبر من نادي يعني، ده كان وجهه نظري، لكن مش وجهه نظري ان انا ازعل زملكاوي يعني. ممكن واحد طلع في التلفزيون قال ان 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 اللي يقول كده ما بقاش زملكاوي. طب ما انا كنتش انا زملكاوي هيبقى مين زملكاوي يعني. يعني طبعا هو نوع من الحساسيه، لكن كابتن فاروق عودنا انه هو بيقول رايه وبيتكل على الله، هو شايف كده. والسياق اللي قاله على فكره منطقي جدا. مؤمن وقتها كان في الاهلي وكان جاي له حاجه بره، قال له انت هتروح فين احسن من النادي الاهلي؟ حاجه يعني. لا، والناس تزعل ان هو يقول الكابتن فاروق اللي يروح الاهلي امه دعياله. طب ايه يعني؟ ما هو ما ذكرش يعني حد تاني بسوء. يعني هو 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 يعني دي وانا لما اقول ان انت كويس انا قلت ان الاخرين ما هو ما قارنكش بالزمالك. اه لما هو لو جت في لعيب عايز يمشي من الزمالك هيقول نفس الكلام يعني، واخد بالك؟ او ما يقولهوش يعني. هو كزملكاوي انا بقول لك، هو كزملكاوي ما قصدش انه يعمل مقارنه يعني. هو بيقول له انت النادي الاهلي هتروح فين احسن من النادي الاهلي؟ خلينا. طب وده رايه يعني، خلاص. انما هي الفكره، احنا الفكره انك انت بتسمم البير بين الاهلي والانديه. يعني دي كمان كابتن فاروق بيشيل بالاهلي لوحده. لكن انك انت كمان تسمم البير وتطلع تقول اصل كده بيقلل من التاني. ده 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 واحنا ده في ده ده احنا يوم معتصم سالم الشيك طلع والاستغنى طلع، والمندوب بتاعنا في الطريق رايح يستلمه ياخد البتاع ده، قعد البرامج بنفس الشخصيه اللي بتهيج لحد النهارده، وكان في بيعمل برنامج في احد القنوات. اسماعيل وخطوه يروح بيسابق بكاميرا يخلي الاسماعيلاويه يقولوا رايهم في الموضوع، وباظ الموضوع. وتاني سنه او بعدها بعده اشهر يمشي الكابتن معتصم سالم، اظن راح بتروجيت، انا مش عارف راح فين، والاسماعيلي ما استفادش حاجه. ده كان بقول لك كل حاجه. فهي القصه لا الاهلي هيقف على لعيب ولا الاسماعيلي هيقف على لعيب، وطالما ان في حقوق وفي تفاوض في النور ده، انت بتتعامل مع اداره ومجلس اداره النادي، بدليل انك بتبعت استغنى بتاخد بتبعت شيك وبتاخد استغنى. هو الورق ده بيطلع مش وراه مجالس ادارات. صحيح. فالكلام على ان الاهلي بيفرغ وبيخطف ده كلام سم في العسل، حتى في سم في السم، ده ما فيهوش عسل خالص. انت تقصد تسميم العلاقه، ولكن ما انت تعملها تبقى زي الفل وحلوه قوي ما بقاش سم وعلاقات وتبادل مصالح.
ولاد عم ولاد خاله. جت منين ولاد عم؟ انت بتنفسني. على رأي هو مدحت الورداني مره قالها والحقيقه يعني قلق في مواجهه الكابتن صالح، ما كانش موافق. الكابتن صالح زعل منها يعني. بيقول له هو انت بتقول انا اودي كابتن احمد حسن الزمالك ما ادوش الاهلي؟ قال له يا كابتن. قال له ليه؟ وبتقولها لي؟ قال لي اصله الزمالك ما بينافسنيش، الاهلي هو اللي بينافسني. على فكره فيها جزء كبير من الحقيقه، ان كل بطولات الاسماعيلي كانت في مواجهات مع الاهلي دايما الماتش فاصل ماتش فاصل ماتش فاصل، واخد بالك؟ او نهائي كاس. فالحساسيه جايه من ان هو شاعر ان الاهلي هو طريقه او العقبه في انه ياخد البطولات. لكن ده مش معناها ان احنا نحرك الجماهير تكره بعضها، ده تصرف غير مسؤول. عشان انت تستفيد كطرف ثالث انك تستفيد، لا، تصرف غير مسؤول. تصرف غير مسؤول، لكن الحلقة كلها كانت التأكيد على قيمة التصرف المسؤول، قيمة الانضباط والالتزام والاحتفاظ بصورة الأهلي، مسؤولية الأهلي، طبيعة الأهلي، تقاليد الأهلي، اللي وقفنا عند نقطة المنبع فيها من المؤسس العظيم عمر بيك لطفي اللي النهاردة ذكرى وفاته، انتهاء إلى هذا الأسبوع منح روزا اليوسف وسام الاحترام للكابتن محمود الخطيب، وشفتوا حيثيات الاختيار تحت مسمى النبيل واصله لفين من الاشاده بترفعه. انت اللي فكرت تجمع الالقاب اللي خدها او التكريمات اللي خدها الكابتن الخطيب الخمس ست اشهر اللي فاتوا، هيطلعوا سبع ثمان تكريمات يعني. وهي تكريمات كلها ردا على كل شيء غث. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 11 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.